مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم من القاهرة، أحييكم ويسعدني أن أصحبكم خلال الساعة القادمة وبرنامج مصر إلى أين. في هذه الحلقة يدور الحديث حول كيفية اختيار المرشح لرئيس الجمهورية. هل هناك معايير محددة لاختيار رئيس الجمهورية؟ وهل في العلوم السياسية معايير علمية لاختيار هذا المرشح؟ وإذا كانت هناك معايير، فهل سيستخدمها الناخب المصري عند اختيار رئيس الجمهورية؟ هذه الأسئلة وأخرى نطرحها في هذه الحلقة، ويسعدني أن يكون معي دكتور عبد الفتاح ماضي، أستاذ العلوم السياسية جامعة الإسكندرية. مرحبا بك دكتور عبد الفتاح. ومعي أيضا دكتور أشرف الشريف، مدرس العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية. مرحبا بك دكتور أشرف. سأبدأ معك دكتور عبد الفتاح، ويعني بداية، هل من الصحيح أن نتحدث عن معايير عند اختيار رئيس الجمهورية؟ يعني هو في الديمقراطيات المستقرة يعني عادة ما يكون البرنامج هو أهم شيء في الموضوع. السياسيون يقدمون برامج سياسية تتصل ويعني تتقاطع مع مشكلات الواقع في تلك الديمقراطية. هناك موضوعات أخرى متصلة بشخصية الناخب نفسه وصفاته القيادية والكاريزمية إن وجدت، وهناك مدى تقبل حتى الجمهور العادي لشخصية هذا المرشح بشكل أو بآخر. الممارسة لها دور كبير في الديمقراطيات المستقرة. أما في الديمقراطيات حديثة العهد بالديمقراطية أو الدول حديثة العهد بالديمقراطية، فعادة يكون هناك اعتبارات أخرى، وعادة يعني يتطلب الأمر أكثر من ممارسة حتى يمكن الحديث عن معايير مستقرة. لكن في مصر يعني ربما يأتي الحديث لها لاحقا، يعني هناك متطلبات للمرحلة الانتقالية على الجميع مراعاتها بشكل أو بآخر، تتصل بضرورة التوافق على مرشح يكون يعني معبرا عن الميدان بشكل أو بآخر، ومعبرا عن مطالب الثورة، وبعيدا عن أي ارتباط بالنظام السابق بشكل كبير. نعم دكتور أشرف، يعني إذا افترضنا أنه يعني كما يقول دكتور عبد الفتاح أن البرنامج الانتخابي من المفترض أنه هو المعيار الأساسي الذي من الواجب أن يدقق فيه الناخب عند اختيار هذا المرشح، هل في مصر سيكون هذا هو الساري؟ هو يعني استطرادا او استكمالا لما قاله ذكره الدكتور عبد الفتاح، هو في الديمقراطيات الكلاسيكيه في الديمقراطيات العريقه كما ذكر الدكتور عبد الفتاح، البرنامج هو اساس الاختيار، والبرنامج بالاساس البرنامج السياسي له دعوه بالنقطتين بالاساس، المصالح الاقتصاديه وطبيعه السياسات العامه اللي هيتم تنفيذها. وبشكل ما في اغلب الديمقراطيات العريقه هناك كتل تصويتيه يعني متباينه ومحدده، هناك الكتله مثلا حزبيه او الكتله المؤدلجه التي تقوم بالتصويت على اساس حزبي، انتماء حزبي او انتماء ايديولوجي معين، وهناك الكتله الاجتماعيه العامه الغير حزبيه التي تقوم بالتصويت بناء على ما تراه مفيدا او ضارا لمصالحها من خلال رؤيتها لهذا البرنامج. تضم الكتله الطبقيه طبعا او الكتله الاجتماعيه اللي فيها تباينات طبقيه سواء من الطبقات العليا او الوسطى او الدنيا بتاثيراتها الريفيه والحضريه الى اخره. وهناك كتلة المطالب الخاصة والجماعات الخاصة اللي بيبقى ليها قضايا خاصة، قضايا جهوية، قضايا إقليمية، قضايا ثقافية، أقليات إلى آخره. بشكل ما دي الكتل التصويتية اللي بتلاقيها في أغلب الديمقراطيات العريقة، والمرشح الفائز أو المرشح الذي يستطيع الفوز هو المرشح اللي بيستطيع يحشد أكبر عدد من دعم أصوات من الكتل الثلاثة، يعني هو لا يعتمد فقط على دعم الكتلة الحزبية والكتلة الأيديولوجية التي ينتمي إليها، هي لوحدها لا تكفي، لكنه يعتمد على أصوات من الكتلتين الأخريين وخاصة الكتلة الثانية، وهي الكتلة الأكبر في أي ديمقراطية سياسية، كتلة زي ما قلت الكتلة الاجتماعية العامة. بنقول دائما في العلوم السياسية المرشح القادر على الفوز هو المرشح الذي يستطيع حشد أصوات الميديان فوتر، يعني اللي هو المصوت العادي أو المصوت الوسط اللي هو ملوش انتماء حزبي أو سياسي أو أيديولوجي معين. لكن ده في أغلب الديمقراطيات العريقة ولو كلاسيكيا، لأنه مثلا أنا أعتقد أنه في بلاد زي الولايات المتحدة الأمريكية في الفترة الأخيرة معايير التصويت حتى ما بقتش كده، معايير التصويت حاليا بقى بتعتمد على عوامل في العلوم السياسية كنا بنعتبرها عوامل ترتبط أكثر بالمجتمعات الأكثر بدائية سياسيا والمجتمعات الأقل ديمقراطية، زي مثلا شخصية المرشح، جاذبيته الشخصية، عوامل أخرى قد تبدو ليست بالأهمية الكبرى. يعني مثلا أضرب مثال، في انتخابات 2004 في الولايات المتحدة الأمريكية كان محور الاستقطاب السياسي بين جورج بوش وجون كيري حوالين قضية الإجهاض وقضية حق المرأة في الإجهاض ومسائل الأسرة، ليست أي مسائل أخرى يعني، وتم الاستقطاب على هذا الاساس وفاز جورج بوش على هذا الاساس يعني. بس ففي اتجاه حتى في الديمقراطيات السياسيه العريقه للاهتمام زي ما قلت بالحالات المزاجيه، العوامل الشخصيه الى اخره. في حاله مصر حتى الان يعني طبعا احنا في اول انتخابات رئاسيه ديمقراطيه،
وبالتالي من الصعب الجزم بالسلوك التصويتي للمصريين كيف سيبدو في هذه الانتخابات، وايضا من الصعب الحكم بالقياس على السلوك التصويتي للمصريين في الانتخابات البرلمانيه، لان المعايير دائما مختلفه بين الانتخابات البرلمانيه والانتخابات الرئاسيه. لكن من الممكن ان نقول انه حتى الان كما يبدو من رصد استطلاعات الراي او ما يبدو من رصد اتجاهات الراي العام او الحركه في الشارع، ان ما يزال التصويت في ان التصويت في مصر يعني حتى الان ما سيكون اقرب الى التصويت الى الحاله وليس الى المشروع. يعني مشروع سياسي بمعنى تحديد أهداف ووسائل ومضامين وآليات، لا، ده غالبا مش هيكون هو المعيار السائد. المعيار السائد هيكون التصويت للحالة، حالة بمعنى أنه مثلا الحالة هناك من سيصوت إلى مرشح يراه زعيما، يراه قائدا، يراه أبا، يراه قويا، رجل دولة قوي، يراه مشهورا، الشهرة تلعب دور كبير، ستلعب دور كبير في السلوك التصويتي. أو حالة بمعنى مرشح يراه إسلاميا مدافعا ونافحا عن الدين الإسلامي وعن الشريعة الإسلامية، أو مرشح يراه دافع عن الحالة الثورية. يعني ما أيضا الثورية هنا أصبحت حالة يعني وليست بالضرورة برنامج سياسي مفصل. فأعتقد أنه حتى الآن من الممكن أن نقول أنه بشكل ما أن المصوت المصري سيكون أقرب للتصويت على أساس الحالة وليس على أساس المشروع. وأنا أعتقد أن هذا منزع غير صحي في السلوك التصويتي للانتخابات القادمة، وخاصة في السياق السياسي الثوري اللي بتشهده مصر حاليا واللي ممكن نتكلم عنه بتفصيل أكتر. نعم، طيب يعني دكتور عبد الفتاح، التصويت سيكون هنا للحالة، يعني أنتم بداية اتفقتم أنه التصويت لن يكون للبرنامج الانتخابي ولكن هناك أشياء أخرى. طب إذا افترضنا كما قال دكتور أشرف أنه سيكون للحالة، طب كيف نصنف هنا الحالات طبقا للتيارات المتواجدة؟ هناك من يقول ليبرالي، يساري، مدني، كيف يمكن تصنيف هذه الحالة في مصر؟ هو أنا أعتقد أنه الآن نحن في يعني الثورة في خطر، والمسار السياسي للانتقال الديمقراطي في مصر في خطر، لأنه يعني كما يعني تفضل الدكتور أشرف، إحنا لسنا في حالة طبيعية، إحنا لسنا دولة ديمقراطية، والناخب يعني اختياراته ليست اختيارات مستقرة بشكل أو بآخر. عادة في الحالات الانتقالية على القوى السياسية بشكل كبير اللي هي يعني المناصرة للتغيير الآن، القوى الثورية إسلامية وغير إسلامية، كل أطياف القوى السياسية، التوافق على لون معين أو على فريق معين، لأنه يعني المصريون لم يعتادوا ان هم يصوتوا في انتخابات رئاسية ولم يختاروا رئيسا من قبل عبر انتخابات نزيهة. وبالتالي احنا حدثنا عن يعني تصنيف المرشحين الى تيارات مختلفة يعني قد يكون مبكرا الان. الان على كل القوى السياسية بشكل كبير التوافق على فريق رئاسي، قد يكون يعني من الأفضل أن يكون متقاطع مع أكثر من تيار، لو فريق يضم ليبراليين وإسلاميين أفضل بكثير، لأنه الثورة الآن في خطر من وجود عدد كبير من مرشحين محسوبين على النظام القديم. يعني بعد الثورة الآن عندنا تقريبا 4-5 مرشحين محسوبين على جهاز أمن الدولة والمخابرات والشرطة، وده أمر في غاية الخطورة عدا الوزراء السابقين أو نائب رئيس أو رئيس الوزراء السابق ورئيس جهاز المخابرات العامة. وبالتالي هنا يعني أول انتخابات تأسيسية في مصر تحتاج التوافق على شخصية ومعه فريق عمل أكثر من أن احنا نتحدث عن حرية اختيار مرشحين من تيارات مختلفة والاحتكام إلى صناديق الانتخابات. عادة في المراحل الانتقالية لا يتم الاحتكام مبكرا إلى رأي الشعب في حسم قضايا كهذه القضايا، يعني لابد على القوى السياسية أن هي تتوافق على شخص وعلى فريق أفضل من أن هي تتنافس على الوصول إلى هذا المنصب، لأنه ده رئيس في النهاية هيكون رئيس تأسيسي ويضع يعني أسس دولة المؤسسات المنشودة في مصر الآن. طيب أنا فقط أنوه أن ما نراه الآن على الشاشة هو من أمام لجنة الانتخابات الرئاسية وأنصار لكل من خيرت الشاطر، مهندس خيرت الشاطر، وأيضا أنصار أشرف حازم صلاح أبو إسماعيل. مشاهدينا الكرام، الآن أيضا نشاهد تقرير لبعض التصريحات والوعود لمرشحين الرئاسة أثناء تقديمهم الأوراق الانتخابية. إن شاء الله كل هذه الجهود تتوحد لبناء مصر الحديثة. أنا مرشح لكل مصر ببرنامجي اللي أعلنته من سنة من قبل الانضمام لحزب التجمع. برنامجي فيه نقاط اتفاق مع حزب التجمع وفيه نقاط مختلفة عن برنامج حزب التجمع.
مصر لن تسمح بأن يحكمها إلا إرادة شعبها. مصر أيها الإخوة الأعزاء، رجال الأعمال وشباب مصر الذين قدم حياته وقدم صحته من أجل هذا الوطن العزيز. الشعب المصري 90 مليون، محدش يقول مثلا ابدا، محدش ابدا يدعي تفجير الاغلبيه، ومع ذلك كلهم اولادي وبيقولي البيت حاليا. عاوز احيي الجهاد المخلص لكل المصريين اللي منحونا هذا التأييد، وعاوز احييكم انتم بالذات الشباب المخلص المتفاني اعضاء هذه الحمله الشرفاء من كل المحافظات، بشكركم جميعا. حبك لنا محمود، والله يا جماعه اطمئنكم بكلمه واضحه ان هذه الامور ان شاء الله سيتضح تماما باذن الله انها جميعا 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 باطله، اما ان يمكننا الله عز وجل من اتمام المسيره فسوف نتمها ان شاء الله، وإما أن يقع عائق من العوائق فلا يكون ذلك باتفاق وإنما يكون ذلك لأنه حدث قسرا. وكل الشعب عارف أن توكيلاتي هي التوكيلات الوحيدة اللي تمت وفقا للقانون، ما اندفعش فيها ولا مليم، ولا كان وراها لا جماعات ولا أحزاب ولا رجال أعمال. وبشكر كل الأحزاب المصرية اللي دعمتني بتوكيلات من نوابها، شكرا جزيلا وليهم ولكل المستقلين. نعم دكتور أشرف، يعني شهدنا عدد من الوعود لمرشحين الرئاسة، وعود للناخب المصري، كيف من الممكن أن تؤثر مثل هذه الوعود على الناخب وذهابه إلى صندوق الاقتراع ليصوت لهذا المرشح؟ هو بداية أعتقد أن اللحظة الحالية لحظة مفصلية فعلا ولحظة فارقة في تاريخ الثورة المصرية لعدة أسباب، منها أنه المواطن المصري العادي يتعرض للأسف لضغوط عام كامل من إثارة رهاب الذعر والفوضى والتخويف من أجهزة الدولة، اللي هي منذ البداية كالمشروع السياسي واضح لكل من يدرك ويفهم، هو إعادة إنتاج النظام القديم عبر آليات الصندوق الانتخابي، وبالتالي يتم دفع المواطن المصري دفع واضح للتصويت لصالح من يتصورونه رجل الدولة القوية القادرة على تحقيق الأمن والاستقرار والهدوء والنظام والانضباط إلى الشارع. يضاف إلى هذا أيضا حالة البلبلة، يعني حالة البلبلة إنه يعني المرشحين الرئاسيين بكل اختلاف تلويناتهم، مرشحين محسوبين على الثورة وغير محسوبين على الثورة، حتى الآن لا نرى برامج سياسية واضحة لأي مرشح متداولة يعني في للمواطن العادي، نرى التركيز على البيانات على الخطابات الدعائية والتلفزيونية، لكن ليس هناك برامج واضحة ومفصلة للمرشحين المختلفين. عشان كده أنا يعني أنا أرى إنه في اللحظة الحالية لابد من لا يعني إن دي لحظة حقيقة، ولابد أن المواطن العادي إذا كان فعلا حريصا على فكرة التغيير، تغيير الثوري أو تغيير البلد على بلد أفضل، أن يتوقف وأن يضع لنفسه معايير واضحة لاختيار المرشح الرئاسي. وأنا أتصور أن هذه المعايير يجب أن يتم وضعها ترتيبها في السياق بالترتيب التالي: الغايات أو الأهداف والآليات أو الوسائل والمضامين. فالغايات والأهداف يعني الثورة أرادت التغيير، ونعني بالتغيير هنا القيمتين الرئيسيتين الحرية أو الديمقراطية وقيمة العدل الاقتصادي والعدل. طب وإذا كان هناك يعني اشتراك بين عدد كبير من المرشحين مثلا في أول قيمة أو في أول معيار، كلهم يأتون ليكون هناك تغيير ثوري حقيقي، وبالفعل هناك عدد منهم يعني لديه مثل هذه الرغبة؟ نعم، لكن قبل أن نتكلم عن هؤلاء، هناك المرشحين الذين يدعون زورا وكذبا أنهم يعني يستهدفون تحقيق هذه القيم، وهم بالتأكيد لا يستهدفون تحقيق هذه القيم بناء على تاريخهم السياسي وبناء على موقعهم داخل النظام الحاكم. يعني لو نقول مثلا أن هدف من أهداف الثورة كانت الحريات السياسية، حريات العامة والخاصة، حقوق التعبير، حقوق التنظيم السياسي، حق الانتخاب، يكون المواطن دور في صناعة تأثير على صناعة القرار السياسي، من هذا المنظور لا يمكن أن نقبل أن السيد عمر سليمان أو السيد أحمد شفيق يكونوا مرشحين بيدافعوا عن قيم الحريه السياسيه والديمقراطيه، لا يمكن. إذن فمن يقول ان سأقوم بالتصويت لعمر سليمان واحمد شفيق دفاعا عن حرياتي ضد خطر المتشددين الاسلاميين، هذا منطق هزلي وعبثي، هذا اشبه بالمستجير من الرمضاء بالنار.
ويجب ان يكون صريحا مع نفسه المصوت في هذه الحاله، لانه المواطن اذا يريد التصويت لعمر سليمان او احمد شفيق في هذه الحاله هو لا يثمن قيمه الحريه او قيمه الديمقراطيه، ويفضل قيمه الضبط والربط والانضباط والنظام والامن فوق قيمه الحريه. قيمه المشروع الاخر للثوره كان مشروع العدل الاجتماعي والعداله الاجتماعيه والتنميه الاقتصاديه. فهنا ايضا نقطه نظام، امين اذا كان المرشح الذي تريد التصويت له بشكل او باخر ويريد اعاده استنساخ السياسات الاقتصاديه القديمه للنظام بما السياسات الهيمنة الطاغية لاقتصاد السوق التي عمقت المظالم الاجتماعية ولم تنتج تنمية اقتصادية حقيقية مثل العديد من المرشحين المتواجدين في الساحة، إذا كنت أنت ستقوم بالتصويت لمرشح برنامجه الاقتصادي أو فلسفته الاقتصادية في هذا المشي في هذا السياق، إذا أنت ضد فكرة التغيير، ويجب أن تكون واضح مع نفسك في هذا الإطار. إذا كنت تريد التغيير يجب أن تكون حاسم الأمور على مستوى القيم، قيمة الحرية والحرية السياسية وقيمة العدالة الاقتصادية والاجتماعية. هناك خطرين رئيسيين هنا، الخطر الأول والأهم خطر إعادة إنتاج النظام القديم للمرشحين العسكريين ومرشحين جهاز الدولة، والخطر الآخر خطر بعض المرشحين المتشددين الإسلاميين الذين قد لا يعتنقون التصور عن الحريات العامة والخاصة بالشكل الذي يحقق أهداف الثورة. ده بالنسبة للقيم العامة، وده أنا شايف إن دي نقطة أساسية يعني في التحليل. لو قررنا الاستطراد قدما ونتكلم عن الوسائل، يعني انه فكره انه طب ما بعض المرشحين قد يتكلمون عن الحريات وعن التنميه الاقتصاديه، لكن يعني لابد من اختلافات بينهم كيف يتم الاساس على التصويت. نعم. انا ارى انه هنا هيحدث الاختلاف على اساس الاختلاف في الوسائل والاختلاف في المضامين. اختلاف الوسائل هو اي مرشح قادر على تحقيق برنامج الثوره، أي مرشح قادر على الوصول بالثورة إلى ما أسميه بالتمكين السياسي. وماذا أعني بالتمكين السياسي؟ هي القدرة على تنفيذ ما تريده من برامج وأفكار. مصر نحن قلنا دائما الشعب يريد تغيير النظام. ماذا نعني بالنظام؟ لم نعني حسني مبارك، لم نعني عمر سليمان، لم نعني أحمد نظيف. نعم. لم نعني أشخاص. نعم. لكننا عدينا مؤسسات وأفكار ومصالح. فما يحكم مصر هي شبكة من المؤسسات الأمنية والعسكرية والبيروقراطية المتنفذة على السلطة التنفيذية. نعم. هل تستطيع مواجهة هذه الشبكة والتمكن من السلطة التنفيذية؟ هل وأعني بالتمكين السياسي هنا القدرة على السيطرة على السلطة السياسية بشكل متنفذ بحيث تستطيع سن القوانين؟ طيب. والشرائع. طيب. يعني كثير من النقط سنتوقف عندها، ولكن قبل ذلك سأعود لك دكتور عبد الفتاح. يعني هذا المشهد على الشاشة الآن وأنصار للمهندس خيرت الشاطر وأيضا للشيخ حازم صلاح أبو اسماعيل، هل هذا ممكن أن يشكل نوع من الضغط على الناخب المصري أو أيضا على لجنة الانتخابات بأن يكون هناك تغييرات معينة في المواقف سواء للجنة أو سواء للناخب بأن يدعموا مثل هذا المرشح؟ هو طبعا يعني الحالة الثورية في مصر لازالت مرتفعة، ودي كلها مظاهر أو تجليات للحالة اللي موجودة في البلد. الناس عندهم الآن تصور أنه ضغطهم في الشارع ونزولهم في الشارع للضغط من أجل أي يعني موضوع يعني قد يصلوا إليه. وبالتالي أنا أعتقد أنه في دور هنا على النخب نفسهم، على المرشحين السياسيين. أنا يعني أكاد يعني أكون على يقين أنه تنافس هؤلاء جميعا، وهم كلهم شخصيات وطنية بدءا من المهندس خيرت الشاطر ومرورا ببقية المرشحين ما يطلق عليهم إسلاميين وغير الإسلاميين، أنا أعتقد أن هؤلاء كلهم يعني مرشحين وطنيين، لكن عليهم الآن مسؤولية تاريخية فعلا، هو أن هم يتوافقوا فيما بينهم على فريق رئاسي واحد، لانه يعني التوقع بشكل كبير هو انه ما حدش منهم هيكسب الانتخابات في ظل تفتت الاصوات بهذا الشكل، وفي ظل وجود فريق اخر لا نعرف نواياه ولا نعرف يعني ماذا يرتبون. قد يكون ترشيح السيد عمر سليمان للتغطية على ترشيح شخص آخر، وقد يختفي السيد سليمان من الصورة ويظهر شخص آخر من الفريق الأمني اللي موجود في الرئاسة. وبالتالي أنا أتصور أنه من المهم جدا الآن في مسؤولية تاريخية على هؤلاء المرشحين للتوافق على تقديم فريق واحد للرئاسة. وأنا أتصور أنه هناك مبادرات كثيرة جدا ممكن يعني يتم الالتزام بواحدة منها ويعمل الجميع ضمن فريق رئاسي، لأن مصر تحتاج يعني بعيدا عن هذه المبادرات الرئاسية التي قد تنجح في الفترة المقبلة أم لا، ولكن نشهد الآن يعني هذه المشاهد، يعني مثل هذه المشاهد اليوم أمام لجنة الانتخابات الرئاسية، كان هناك أول أمس أيضا أمام المحكمة. هل هذا قد يشكل
تشكل ضغط على الناخب لتوجهات معينة وأيضا على القضاء أو على لجنة الانتخابات الرئاسية؟ الآن القضاء يعني في جزء كبير منه مسيس بشكل أو بآخر، بعض الأحكام اللي صدرت ممكن تتأثر بهذه الضغوط، وهذا الأمر يتم حتى في دول العالم المختلفة يعني ليس في مصر فقط، وبالتالي وقد يؤثر على ميول الناخبين لاحقا يعني بعد كده. لكن أنا أتصور أن في مسؤولية فعلا على النخب نفسها وعلى المرشحين للحد من الظاهرة دي، لأنه ظاهرة تظاهر يعني آلاف الناس أمام مجلس الدولة بالأمس أنصار الشيخ حازم أبو إسماعيل، ده منظر يعني مقدمة إذا صدر حكم لغير يعني على غير رضا الناس أو كذا، يعني ده ممكن يبقى مشروع تصادم في المجتمع ومقدمة ربما لحرب أهلية أو صراع أو ما يشبه ذلك يعني. وبالتالي هنا أنا أتصور أنه النخب نفسها عليها دور، لأنه كما تعلمين النخب أخطأت أخطاء كثيرة في مسار في مسارنا الانتقالي في العام الماضي، كما أخطأ المجلس العسكري في إدارة المرحلة الانتقالية، أخطأت النخب أيضا في يعني في تخليها عن الميدان بشكل أو بآخر وبانقسامتها وبإقصائها للآخر، سواء كانت النخب الإسلامية أو غير الإسلامية. هناك قدر كبير من عدم الثقة بين هذه النخب، كان من الممكن عليهم أن يتجمعوا على يعني أجندة وطنية واضحة منذ البداية، وكان ممكن يستمر الضغط الشعبي في الميادين بشكل أفضل مما شهدناه في الشهور الأخيرة، وكان من الممكن أن تضغط هذه القوى لإيجاد حكومة وحدة وطنية حقيقية تحكم البلاد ويتم يعني تحت إدارتها يعني تنفيذ كل الاستحقاقات السياسية اللي شاهدناها، ربما كان يتم حقن دماء الناس في الشوارع في الأحداث السابقة. نعم. طيب دكتور أشرف، يعني عند الحديث عن رئيس توافقي أو أن يكون هناك فريق رئاسي، خرجت قبل ذلك الأقلام لتجب مثل هذا الاقتراح، أن فكرة رئيس توافقي خاصة عندما كان يعني هذا من جانب المجلس العسكري وجماعة الإخوان كان هناك رفض لمثل هذا الاقتراح، هل هذا يختلف الآن عن مسألة الفريق الرئاسي الذي أصبح الكثيرون ينادوا به؟ نعم بالتأكيد، أنه فكرة المرشح، لأنه العبرة بالمسميات وليس بالأسماء، ففكرة المرشح التوافقي حين طرحت المرة الأولى كانت تعني هي إشارة إلى فكرة المرشح العسكري، يعني ده كان المرشح الأولى بهذه، ده المصطلح الأكثر دقة، المرشح العسكري. وزي ما قلنا فيما قبل النظام، يعني خلينا نكون صريحا، السلطة العسكرية أو المؤسسة الأمنية والعسكرية قلب النظام الصلب كما يقال دائما، لا تريد التنازل عن السلطة التنفيذية بأي حال من الأحوال، وهي تريد من العملية الانتخابية سواء البرلمانية أو الرئاسية إعادة إنتاج النظام القديم بشكل يضمن أن السلطة التنفيذية تكون متركزة إما في يد رئيس موالي لهم قادم من صلب المؤسسة الأمنية العسكرية مثل السيد عمر سليمان مثلا، أو رئيس ضعيف بلا سلطات وبلا صلاحيات حقيقية ويستمرونهم في الحكم من وراء الستار. وكانت فكرة المرشح التوافقي أنه مرشح العسكري كما قلنا الموالي اللي هيحظى بنوع من السكوت أو الرضا من القوة السياسية الأكبر للإخوان المسلمين في السياق، في وقتها كان سياق نوع من التفاهم ما بين الإخوان المسلمين والمؤسسة العسكرية في هذا الوقت. لكن دلوقتي السياق اختلف تماما، يعني احنا دلوقتي في السياق حالة استقطابية، الإخوان المسلمين والعسكر تفاهماتهم تقريبا شبه انتهت، فبالتالي السياق أصبح مختلف تماما. السياق الآن المفروض أن يكون سياق استقطاب ثوري نظامي، يعني الثورة ضد النظام، وبالتالي لما نطرح الآن مرشح توافقي نعني مرشح ثوري توافقي. وأعني هنا، وهنا خليني أكمل على ما ذكره الدكتور عبد الفتاح، أنا أتفق معه أن النخب السياسية مسؤوليتها كبيرة أمام التاريخ، لأن الآن الشعب في حالة جوع وظمأ إلى أي برنامج سياسي حقيقي قادر على تحقيق التغيير وانتشال مما يشعر به من عبث وعدم يقين. وبالتالي أنا أرى أنه لابد من القوى الثورية الإسلامية وغير الإسلامية لابد أن تتحد معا لتكون مرشح ثوري برنامج ثوري، والمسؤولية الأكبر هنا تقع على عاتق الإخوان المسلمين تحديدا لأنهم القوى الأكبر والأكثر تنظيما. دكتور أشرف سعود إليك، ولكن معي الآن من أمام اللجنة الانتخابات الرئاسية معي من هناك صابر مشهور. صابر، يعني بإيجاز كيف هو المشهد الآن أمام اللجنة؟ المشهد هنا نحو 5000 متظاهر أو أكثر من أنصار المرشحين حازم صلاح أبو إسماعيل وخيرت الشاطر مرشح جماعة الإخوان المسلمين، وإن كان العدد الأكبر واضح من يعلقون بوسترات وصور حازم صلاح أبو إسماعيل. أيضا تم إبلاغنا من قبل بعض أنصار هذه حملة حازم صلاح أبو إسماعيل أن هناك مسيرات قادمة إلى مقر اللجنة. إحدى المسيرات كنا نتواصل معها وقالوا أنهم كانوا انطلقوا من ميدان التحرير منذ ساعتين والآن وصلوا الكلية الحربية وطريقهم إلى هنا في شارع العروبة حيث مقر لجنة الانتخابات الرئاسية.
وهو يعني غالبية من نتحدث معهم يقولون أنهم سوف يعني يبقون أو يعتصمون أمام مقر اللجنة حتى تعلن اللجنة أن حازم صلاح أبو إسماعيل أصبح مرشحا رسميا لرئاسة الجمهورية، ويبدون عدم اتفاقهم في لجنة الانتخابات الرئاسية وأنها سوف تستبعد المرشحين الإسلاميين وأنها هناك تلاعب، وعلقوا بجات على ملابسهم يقولون لن نسمح بالتلاعب، ويقولون طالما أن حازم صلاح أبو إسماعيل حصل على حكم قضائي بأن والدته مصرية ولم تحمل جنسية أخرى فلماذا إذن التلكؤ والتباطؤ من قبل لجنة الانتخابات الرئاسية كما يقولون. أيضا يبدون انتعاضهم من تصريحات للمستشار حاتم بجاتو أمين عام لجنة الانتخابات الرئاسية يقول فيها أن حازم صلاح أبو إسماعيل اخترق الحظر الدعاية الانتخابية، ويقولون أن هذه يعني حجج جديدة لاستبعاد حازم صلاح أبو إسماعيل من الانتخابات الرئاسية. نعم شكرا جزيلا. نعم شكرا جزيلا لك. كان معي صابر مشهور من أمام لجنة الانتخابات الرئاسية ووصف للمشهد هناك. أما الآن مشاهدينا الكرام ففاصل قصير ونعود إليكم، فابقوا معنا. مشاهدينا الكرام متواصلون معكم من جديد، وبرنامج مصر إلى أين وكيف يختار الناخب مرشح رئاسة الجمهورية. وكان معي في هذه الحلقة كل من دكتور عبد الفتاح ودكتور أشرف أساتذة العلوم السياسية بجامعة الإسكندرية والجامعة الأمريكية. دكتور عبد الفتاح، يعني هناك أيضا مبادرة من الدعوة السلفية للإسلاميين للاتفاق على مرشح للرئاسة. هذه المبادرة يعني دعت الكثير من الأزهر وحزب النور وجماعة الإخوان وحزب الحرية والعدالة وجماعة أنصار السنة المحمدية، يعني عدد كبير للاتفاق على مرشح واحد للرئاسة. هل تعتقد أن مثل هذه المبادرة قد تؤثر في الناخب المصري للتوجه نحو رئيس معين؟ هو في البداية لابد أن تنجح المبادرة يعني في التوافق على شخص واحد أو فريق رئاسي أولا، ثم يتم وضع برنامج لهذا الفريق بشكل أو بآخر وتقديمه للناس. أنا أتصور أنه من الأفضل يبقى في مبادرة لمرشح وطني يعبر عن قوى الثورة كما يعني ذكرنا في البداية. موضوع مرشح إسلامي وأمامه مرشحين آخرين، إحنا عندنا شخصيات وطنية من المعسكر اليساري أو المعسكر الوطني، الأستاذ حمدين صباحي والأستاذ أبو العز الحريري والأستاذ خالد علي. أتصور أنه حتى لو تم التوافق على مرشح إسلامي حيتم يعني أيضا عملية تفتيت للأصوات بين هذا المرشح ومرشحين آخرين. فأنا أتصور أنه الجهود لابد أن يعني تنصب على مرشح واحد للقوى التي تعبر عن الثورة. لكن في مشكلة أساسية بالطبع في أنه معظم هؤلاء المرشحين هي شخصيات وطنية، لكنهم كما يعني واضح إلى الآن ربما لا يقرؤون الواقع المصري جيدا ولا يقرؤون طبيعة المرحلة الانتقالية دي، طبيعة لابد فيها من التركيز على عملية انتقال السلطة فقط. هناك خطر فعلا كما أشار الدكتور أشرف قبل الفاصل أنه يعني مشكلة مصر الآن هل فعلا نية المجلس العسكري حقيقية في تسليم السلطة لرئيس مدني في بعد شهرين من الآن أو بعد الانتخابات أم لا. يعني قراءة القوى السياسية للواقع بشكل صحيح يعني لابد أن تنطلق من أنه فعلا في مخاوف أساسية من ربما يعني تأجيل الانتخابات أو ربما الدفع وراء مرشح يعبر عن النظام السابق بشكل أو بآخر. وبالتالي أنا أتصور أن هذه المبادرة وغيرها من المبادرات، هناك لجنة المئة وهناك مبادرات أخرى، لابد فعلا أن تتوافق على فريق أولا ثم تروج له وسط الجماهير على أنه مرشح الثورة الحقيقي أو مرشح أو فريق للثورة بشكل نهائي. فبدون هذا التوافق اعتقد انه يعني هناك خطر فعلا على الانتخابات الرئاسيه، وقد يصل شخص في النهايه لا يعبر عن مطالب الثوره. نعم. طيب انا معي الان ايضا اتصال هاتفي، معي استاذ يسري حامد يسري حماد المتحدث باسم حزب النور. مرحبا بك استاذ يسري.
هناك مبادرة الدعوة السلفية للإسلاميين للاتفاق على مرشح للرئاسة، أنتم من ضمن من هو مدعو في هذه المبادرة، ما هو موقفكم من هذه المبادرة؟ والله مبادرة ائتلاف القوى الإسلامية مبادرة الهدف منها توحيد صف التيار الإسلامي للاتفاق على مرشح واحد لمنع تفتت الأصوات. وفي سبيل تفعيل المبادرة تم الالتقاء بجميع مرشحي التيار الإسلامي، الأستاذ العوة، الأستاذ عبد المنعم أبو الفتوح، الأستاذ باسم خفاجي، الأستاذ الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل، وأخيرا تم التقاء الباشمهندس أو المهندس خيرت الشاطر. والحقيقة كان الهدف منها يعني معرفة جوانب تفكير وشخصية كل مرشح مرشح الرئاسة، الملف اللي بيحمله، رؤيته لعدد كبير جدا من القضايا المحلية والقضايا القومية والقضايا الخارجية، خاصة الملفات الحساسة في المحيط المصري والمحيط الداخلي، كذلك رؤيته لإدارة الدولة في المرحلة الحالية، كيفية التعامل مع التيارات المختلفة. الحقيقة عدة محاور الحقيقة يمكن شملت أكثر من 30 محور تم يعني اتفاهم وتم معرفة رؤية كل مرشح مرشح الرئاسة في هذه الملفات. نعم. طب هناك أيضا السفير يعني عبد الله الأشعل وهو مرشح الحزب الأصالة، وهناك دكتور محمد مرسي، هل أيضا قابلتم مثل يعني هؤلاء المرشحين الذين أيضا ينضوون تحت معسكر التيار الإسلامي؟ والله الأستاذ عبد الله الأشعل تم اللقاء معه في فترة سابقة وأنا شخصيا أيضا قابلته، ولكن الأستاذ محمد المرسي بصفته وهو نازل يعني احتياطي للمهندس خالد الشاطر يعني لم يتم الاجتماع به حتى الآن. نعم. طيب هل من الممكن اعتبار أن هذا قد يشكل تأثير على الناخب عندما يجد أن هناك مبادرة وتوافق على رئيس واحد؟ والله الهدف منها تجميع الأصوات وليس تفتيت أصوات، لأن في النهاية المرشح اللي رايح لصندوق الانتخاب بيبقى هو عارف اتجاهه، سواء هو بيميل الى انتخاب مرشح ينتمي للتيار الاسلامي او مرشح اخر، فاحنا لا نؤثر على يعني تصويت الناخب او على رؤيته، ولكن احنا في النهايه بنحط معايير وبنعلنها للراي العام بصراحه، ان كانت المعايير اللي تم بحثها مع جميع المرشحين هي كذا وكذا، ثم اتفقت جميع القوى الإسلامية على مرشح واحد وحنسميه وحنقول الحيثيات في وقتها بإذن الله سبحانه وتعالى. نعم. طيب أستاذ يسر، يعني هل تبقى معي دكتور أشرف، يعني أنت هل ترى أن مثل هذه المبادرة قد يكون فيها تأثير على الناخب المصري، أم أن الشارع المصري يحتاج لمثل هذه المبادرات في هذه الأونة؟ هو أعتقد بداية أن هذه المبادرة شيء جيد، اتجاه جيد، لكن ولكنه ناقص. هو اتجاه جيد، وان كنت اعتقد شخصيا يعني لا اعمل كثيرا في امكانيه نجاحه، لان لا اعتقد انه الشيخ حازم ابو اسماعيل لو استمر في السباق من الممكن يتنازل، لانه خلاص يعني حملته اكتسبت قدر من الشعبيه والنجاح واصبحت مشروع مستقل بذاته. اتشكك شخصيا انه سيتنازل لصالح مرشح اخر، واعتقد ايضا دكتور عبد المنعم بالفتوح انه له مشروعه الخاص المختلف عن مشروع المهندس خيرت الشاطر مثلا، فلا اعتقد بامكانيه نجاح مثل هذه المبادره. بس حتى بفرض نجاح هذه المبادره، وكما قلت هو اتجاه محمود ان التوحيد مهم، لكن هي اتجاه ناقص، لان المطلوب هو مرشح للثوره وليس مرشحا اسلاميا، لانه يعني هو هنا الاسلاميون يراهنون على انه المرشح الاسلامي الموحد اذا ما استطاعوا التواصل اليه قادر على جمع اصوات الماكينه الحشد الاسلاميه الاخوانيه والسلفيه. يعني الراهن هنا انه في انتخابات البرلمان الاخوان تمكنوا من جمع 13 مليون صوت، السلفيين تمكنوا من جمع حوالي 7 مليون صوت، اذا فنحن امام 20 مليون صوت تكفي للفوز بالمنصب. لا اعتقد ان هذا كافيا، لانه يعني حتى في الانتخابات البرلمانيه اعتقد انه نسبه الذين صوتوا على اسس ايديولوجيه او عقائديه او اسلاميه للحزب الاسلاميه لم تتجاوز الثلث باي حال من الاحوال، لكثيرون صوتوا للاسلاميون الاسلاميين ثقه منهم في كفاءه الاسلاميين وقدراتهم التنظيميه وانهم الاكفى والاكثر قدره على تحمل اعباء المرحله الانتقاليه. الان هناك الكثير من الشكوك والمخاوف حول كفاءه وقدره الاسلاميين او سجلهم حتى الان من بعد الانتخابات البرلمانيه، وبالتالي لا يستطيع الاسلاميون ان يعولوا على قدراتهم على حشد اصوات ممن هم غير اسلاميين ايديولوجيا او سياسيا، وبالتالي انا اعتقد انه عمليا قدره المرشح الاسلامي على الفوز اعتمادا على تأييد الاسلاميين فقط ليست بالكبيره. نعم. فبالتالي الافضل لو احنا بنفكر في مصلحه الثوره هو التوافق حول المرشح للثوره،
مرشح للثورة قاد على أخذ توافق القوى الثورية في المعسكرين الإسلامي وغير الإسلامي. نعم. وأنا منذ البداية أرى أن الاستقطاب الإسلامي العلماني استقطاب شديد السوء، أنه دائما أقول أنه في سم قاتل لأنه شديد السوء، استقطاب غير صحي وزائف لأنه قام على إشكالات زائفة للهوية الإسلامية لمصر محفوظة، وليس هناك اختلاف كبير حول الهوية الإسلامية ومرجعية الشريعة الإسلامية وما إلى ذلك. فهذا الاستقطاب على أساس الهويات يفتت وحدة الكتلة الثورية ويفتح الباب للمرشحين الفلول كما نسميهم ومرشحين القوى العسكرية لشق الطريق إلى مقعد الرئاسة. فالمطلوب نعم. طيب هو مرشح للثورة. طيب سنعود للأستاذ يسري. أستاذ يسري، أنت كيف تعلق على هذا؟ يعني هذا المشروع محمود ولكنه ناقص، لأنه من المفترض من وجهة نظر دكتور أشرف أن يكون التوافق على مرشح للثورة وليس مرشح إسلامي فقط. والله يعني هو جزاك الله خير الأستاذ أشرف، ولكن أنا بقول إن إحنا لما بنفكر في مرشح نفكرش بطريقة وحادية الجانب، ولكن إحنا بنفكر يعني في إطار مشروع حضاري تنموي له أبعاد إسلامية يخدم جميع الأمة المصرية. دي نمرة واحد. نمرة اثنين، أعلننا أن أي مرشح يتبنى نفس المشروع الحضاري الإسلامي أو لا يعادي أو لا يعارض المشروع الحضاري الإسلامي من الممكن أن يتم مقابلته والجلوس معه ومعرفة مشروع النهضة الذي يحمله والأفكار التي يتبناها لإدارة الدولة المصرية خلال السنوات القادمة. فهو مش مشروع أحادي الجانب، هو مقادر أنه مشروع يحمل جانب عظيم جدا من الحب لنهضة هذه البلاد، واحنا مش منغلفين على نفسينا بنمنع اي حد تاني ان هو عايز يجلس معانا وينضم لمشروعنا ان هو يكون متواجد مهما كانت صفته في معبد الفلول طبعا. فدي احنا رؤيه ما هياش بتاخد جانب واحد ان احنا طيار اسلامي وهنبعد الاخرين، لا بالعكس، والله عندنا استعداد للجلوس مع الجميع بشرط الا يبدي ان هو ضد مشروع النهضة الاسلامي. طب يعني هل معنى ذلك أنكم من الممكن أن تدعوا بعض المرشحين الآخرين المحسوبين على التيار الليبرالي أو اليساري للجلوس معهم والتفاوض معهم ووضعهم من ضمن القائمة للاختيار فيما بينهم؟ كل من لا يعادي المشروع الحضاري الإسلامي موضوع المرجعية الشرعية إحنا على استعداد للجلوس معه ومعرفة برنامجه ووضعه في إطار الخطة للمرشحين اللي إحنا بنتحاور معهم ونتفاوض معهم. ما عندناش أي قيود على ذلك، خاصة أن مصر في المرحلة القادمة تحتاج لشخصية فذة لإدارة مصر في جميع المجالات وليس في مجال واحد فقط. نعم. طيب أستاذ يسر، يعني أيضا دكتور أشرف ذكر أن هناك الكثير من الشكوك الآن حول مسألة التيار الإسلامي، خاصة بعد خوض الانتخابات، بعد خوض البرلمان، يعني أغلبية إسلامية في البرلمان، وبعد الأداء البرلماني هو يتشكك في مسألة فكرة التيار الإسلامي. أنت كيف تعلق على هذا؟ والله هو للأسف أن ما زال الإعلام عدد كبير منه بينتمي للنظام السابق وبيقوم بتسويق فكرة معاداة التيار الإسلامي والمشروع الإسلامي بنفس فكرة إدارة النظام السابق بالضبط. فهم ابتدوا يلعبوا على وتر ان انتوا اعطيتوا للاسلاميين صوتكم ودخلوا البرلمان، ايه اللي قدموه لمصر؟ وكان البرلمان بيملك سلطه تنفيذيه او هو الحكومه او هو الرئيس باستطاعته تغيير الملفات اللي موجوده في البلد او تعديل مسار المؤسسات او وضع خريطه اقتصاديه وتنمويه للبلاد. طبعا كل ده للاسف الاعلام ما بينش للناس ان البرلمان وظيفته تشريعيه ورقابيه فقط. نعم. ليست ايده تغيير سياسات، ليست ايده تغيير ملفات الفساد الاداري اللي مصر مزدحمه بيها، والفساد الحمد لله يعني انا عايز اقول ان الفساد ليه جذور في مصر فلابد يتم اقتلاعها. طبعا حكومه الدكتور الجندوري احنا ابدينا اعتراضنا الشديد على سياستها. نعم. وان هي حكومه تنتمي للعهد السابق بنفس رجاله بنفس مؤسساته. فالإعلام المصري عايز يحمل مجلس الشعب اللي هو مش أداة تنفيذية، عايز يحوله وزر الاعتصامات ووزر الملفات اللي هي الفوضى والفساد الإداري الموجودة والتي لم يتم حلها حتى الآن. نعم. وزر الحكومة التي لم تضع سقف أعلى للأجور ولم تراعي العدالة الاجتماعية حتى الآن. الكلام ده كله لو كان الإعلام المصري منصف لا أظهر الحقيقة كاملة للشعب المصري، ولكن اللعب على وتر إن مفيش حاجة اتصلحت وأكيد البرلمان هو شغلته الإدارة والتنفيذ وعزل الفاسدين من الدولة. نعم. طيب في جميع الأحوال شكرا جزيلا. لسه نعم. الحملات الانتخابية لم تبدأ بعد. لسه بيان يعني الملف اللي بيحمله المرشح الإسلامي لسه لم يلتحم بالشارع حتى الآن. ولكن يعني سيظل يعني هو المرشح الإسلامي وليس مرشح الثورة
يعني كما هي المبادرة سيظل هو المرشح الإسلامي؟ ليه عايزين نفصل بين مرشح الثورة ومرشح الإسلامي؟ المرشح الإسلامي أعتقد أن التيار الإسلامي من أكثر الناس اللي شاركوا في الثورة واللي يعني كانوا. طب اسمح لي يعني دكتور عبد الفتاح، طب اسمح لي دكتور عبد الفتاح، له هنا مداخلة، تفضل دكتور عبد الفتاح. السلام عليكم دكتور يسري، أنا لي سؤال لحضرتك بخصوص يعني المبادرة. الآن المبادرة اسمها يعني اختيار مرشح إسلامي، هل في إمكانية، أنا فهمت من كلام حضرتك أنه الموضوع مفتوح على كل الشخصيات الأخرى الموجودة من خارج التيار الإسلامي، هل في إمكانية أنه يبقى في فريق رئاسي ويبقى في شخص نائب رئيس من خارج التيار الإسلامي، أو رئيس من خارج التيار الإسلامي ونائب رئيس من التيار الإسلامي؟ أنت تعلم أن المرحلة الانتقالية ديت فيها استحقاقات كثيرة جدا، والبرلمان والوزارة أعتقد قريبا ستكون إسلامية في ظل وجود كمان رئيس ربما إسلامي قريبا، فهل تعتقد أنه في إمكانية يبقى في نائب رئيس من برة التيار ده، من التيار القومي أو الليبرالي أو اليساري، هل في إمكانية لكده ضمن هذه المبادرة؟ أولا السلام عليك يا دكتور عبد الفتاح، يعني جزاك الله خير، ولكن أنا عايز أقول بس يعني كفكرة مبدئية، حضرتك أنت جمعت كل التيار الليبرالي كله في سلة واحدة، ويمكن حضرتك يقينا عارف ان التيار الليبرالي ليس يعني من المناسب ان نضع كله في سله واحده، خاصه ان التيار اليساري الان بعد ما فقد شعبيته وسقطت حساباته وسقطت ايديولوجيته ابتدى يحط نفسه في سله التيار الليبرالي ويلعب على وتر الحريات ووتر الانفتاح الاقتصادي اللي هي سياسته اصلا وايديولوجيته عكس ذلك تماما. حضرتك مدرك هذه النقطه، فليس من المناسب ان نضع الكل في سله واحده، خاصه ان هناك من التيار الليبرالي ما هو قريب من الفكرة الإسلامية، وإن كنت أنا شخصيا أعرض فكرة الليبرالية الإسلامية، ولكن بعضهم ليس عنده معاداة للمرجعية الشرعية، وبعضهم ليس عنده يعني معاداة لمشروع النهضة اللي بيتبناه التيار الإسلامي. فإذا كان أي أحد من التيار الليبرالي في المرحلة الحالية بيتبنى نفس المشروع وليس عنده معاداة للمشروع أو عنده مصادمة للمشروع، فيمكن بلا شك ان احنا يعني كحزب النور ان احنا نقابله ونقعد معاه بقدر ما يعني جلسنا من قبل مع المنتمين صراحة للتيار الإسلامي. نعم. طيب دكتور يسري، ألا ترى أنه يعني من الواجب الآن وفي هذه المرحلة الصعبة والدقيقة أن تذهبوا أنتم ربما لمثل هؤلاء المرشحين الذي من وجهة نظرك تراهم قد يكونوا يعني مناسبين في هذه المرحلة وتدعوهم للتحاور لتشكيل مثل هذا الفريق الرئاسي كما اقترح دكتور عبد الفتاح؟ والله إحنا في هذه المرحلة ما عندناش مانع أبدا أن إحنا نمد إيدينا لجميع الأطراف ونجلس مع جميع الأطراف، والهدف الأسمى هو مصلحة هذه البلاد اللي ظلمها النظام السابق طوال حوالي أكثر من 50 سنة، وخلى مصر في ذيل الأمم بعد ما كانت مصر هي يعني من الأمم السابقة في جميع المجالات. نعم. الحقيقة إحنا كتيار إسلامي ما عندناش نقطة الاستبعاد أو نقطة التهميش أو نقطة الانفراد أو التكويش بالسلطة زي البعض ما بيحلو له في وسائل الإعلام المصرية إنه يستخدم هذه الألفاظ. احنا منفتحين على الاخرين جدا جدا جدا، عندنا تعظيم لمسار النهضه والثوره في هذه البلاد جدا جدا، ما عندناش مانع ان احنا نمد ايدينا للاخرين، ولكن بنفس القدر بنطلب منهم ان ما يكونوش انعزاليين، لان الواضح في هذه الاونه ان في انعزاليه شديده، حتى يمكن حضرتك لاحظت في الجمعيه التاسيسيه ابتدى مباشره بعد حكم مجلس الدوله ان بعض التيار الليبرالي والتيار اليساري. طيب في جميع الاحوال يعني انا اشكرك شكرا جزيلا، والفكره وضحت تماما، شكرا جزيلا لك. انا معي استاذ يسري حماد المتحدث باسم حزب النور، معي ايضا على الهاتف دكتور رمسيس النجار مستشار الكنيسه الارثوذكسيه. مرحبا بك دكتور رمسيس. أهلا بك دكتور رمسيس، يعني سأبدأ معك يعني في سؤالك، ما هي المعايير التي سوف يستخدمها الأقباط لاختيار مرشحهم في رئاسة الجمهورية؟ أولا الأقباط يعيشون في مصر وعاشوا مع إخوانهم المسلمين منذ أن دخل الزمن، والأقباط لا يخشون من أن يعتري الكرسي فرد إسلامي، ولو إن إحنا مش بنطلق عليه إسلامي، لأن المسلمون جميعا وحدة واحدة والمصريون وحدة واحدة. نعم. فأي فرد هيجي هنؤيد
وهنتعايش معه، لكن كنا نتمنى أن تكون مصر للمصريين دون للعقائديين. نعم. طب هل معنى ذلك أن هناك يعني مرشح بعينه أنتم تقومون بدعمه في الكنيسة؟ مما لا شك في الكنيسة حتى هذه اللحظة عاشت أحزان نياحة الأنبا شنودة، واليوم تعيش أيام عيد القيامة المجيد، ولا تفكر حاليا أن تظهر مرشح بعينه أو تؤيد مرشح بعينه. لكن في وقت من الأوقات، ويمكن تذكرون أن قداسة البابا المتنيح تكلم مع الأقباط وقال لهم انخرطوا في الأعمال السياسية، فأصبح الأقباط لا يعتبروا، إن كانوا كتلة واحدة في العقيدة فهي كتل مختلفة في الحياة السياسية. لكن ليس معنى هذا أن الأقباط يتمنون أو ينتمون إلى أحزاب دينية أو يؤيدون أحزاب دينية، بس الأقباط ينتمون إلى أحزاب ليبرالية. نعم دكتور رمسيس، يبدو أن الاتصال قد انقطع. كان معي دكتور رمسيس النجار مستشار الكنيسة الأرثوذكسية، شكرا جزيلا لك. دكتور أشرف، يعني أنت كيف تعلق على مسألة اختيار الكنيسة أو دعم معين من جانب الأقباط في مصر لمرشح معين؟ هو قبل ما أعلق حوالين موضوع الكنيسة والأقباط، خلينا عندي بس تعليق موجز على كلام الأستاذ يسري حماد. هو يتكلم عن الإعلام وأن الإعلام يحمل الإسلاميين مسؤولية الفشل إلى آخره، وأنا أعتقد أنه يعني أن هذا خطأ في التقييم، لأنه يعني الكلام عن الإعلام ليس له معنى هنا، لأنه ليس الإعلام هو من صور فشل المسار الانتقالي في البرلمان، لأن المواطن العادي هو الذي يشعر بالفشل في الشارع. المواطن العادي الذي لا يستطيع الوصول على أنبوبة البوتاجاز أو البنزين أو السولار، ولا يشعر بتحسن مستوى معيشته، هو الذي يشعر يدق بالشكوى من عدم وجود تحسن ملموس في مستوى معيشته، هذا ليس له أي دخل بالإعلام. أما بالنسبة لنقطة أنه البرلمان لا يمتلك السلطة التنفيذية، ومن ثم فهو لا غير قادر على تحقيق تحسن مستوى معيشة المواطنين، أي ألم يكن الإسلاميون يدركون هذا وقت الانتخابات البرلمانية، بينما كانت خطابات الدعاية تقول نحمل خير لمصر وأن البرلمان هو طريق التغيير والإصلاح. يعني نرجع بالزمن قليلا، أنه في قبل الانتخابات كانت هناك أحداث محمد محمود، كان هناك الاشتباكات بين الكتلة الثورية الثوار وأجهزة الأمن والعسكر في الشوارع، وساعتها الإخوان الإسلاميون الإخوان والسلفيون رفضوا الانضمام إلى الاشتباكات والمظاهرات، وقاموا بفكرة بسيطة أنه الطريق إلى التغيير سيكون بشكل سلمي عن طريق الانتخابات البرلمانية والبرلمان، وهذا سيكون بتحقيق كل مطالب الثورة والتغيير. ألم يكن الإسلاميون وقتها يدركون أن البرلمان بلا سلطات وفق الإعلان الدستوري؟ ألم يكونوا يدركون أن البرلمان وقتها لن يمتلك السلطة التنفيذية؟ إذا لم يكونوا يدركون هذا فهذه مصيبة. إذا كانوا يدركونها، أما إذا كانوا يدركون هذا ويتنصلون من تبعات هذا الآن، فهذه مصيبة أكبر. أعتقد أنه يجب على الإسلاميين أن يعترفوا بأخطائهم ويقوموا بمراجعة نقدية لموقف أخطائهم السابقة. وأعتقد الخطأ الرئيسي للإسلاميين هو أنهم رموا بأوراق رهانهم كله على مسار انتقالي خاطئ، قام على قواعد خاطئة يتتحكم فيه المؤسسة العسكرية من الألف إلى الياء، ولن يؤدي لأي شيء ملموس بالنسبة لتحقيق. طيب سأنتقل معك إلى التعليق على دكتور رمسيس حتى نعود إليه مرة أخرى. تفضل تفضل دكتور أشرف. بالنسبة لموضوع الأقباط، أنا في تصوري أن يعني أن الأقباط في مصر يعانون من ضغط هائل الآن بالنسبة لتصاعد شعبية المرشحين الإسلاميين، سواء المرشح الأكثر يعني المرشح الأكثر شعبوية الأكثر تشددا حزب أبو إسماعيل، والمرشحين الوسط الأكثر وسطية خيرة الشطا والأكثر اعتدالا زي عمنهم الفتوح. ففي هناك هيمنة طاغية للون الإسلامي مهيمنة، تزامن هذا مع تغييرات هيكلية في الكنيسة المصرية مع وفاة البابا شنودة وبعض وعدم اليقين بالنسبة لشكل القيادة السياسية القادمة. إذا فالأقباط قدام خيارات تبدو كلها مرة، يعني خيار القبول بهيمنة الإسلاميين وبالتالي انتظار ما سيأتي به المستقبل من أمر غير معلوم والاعتماد على النوايا الحسنة الإسلاميين. الخيار الآخر هو الارتماء في حضانة الفاشية، الارتماء في حضانة الفاشية العسكرية وعمر سليمان ليحميه من خطر الإسلاميون، وهذا في رأيي خيار لا يقل سوءا عن خيار يعني هذا خيار سيء يعني بالتعريف. الخيار الثالث هو الرهان على مرشح
ثوري معتدل قادر على توافقي، قادر على جذب اصوات الاسلاميون والديمقراطيين، الاسلاميين الديمقراطيين المعتدلين والليبراليين واليساريين الثوريين المعتدلين، شخص مثل الدكتور عبد الناب بفضوح مثلا، او شخص مثل حمدين صباحي، او اي من هذه الشخصيات. على ما سيستقر اختيار الاقباط، انا في تصوري انه سلوك التصويت الاقباط يختلف من 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 كتله لاخرى. اعتقد انه الكتله القبطيه الاكثر فقرا، او الكتله التي تنتمي للطبقات الدنيا، او الكتله الشعبيه المهمشه، اعتقد انها خاضعه اكثر لنفوذ الكنيسه في تحديد السلوك التصويتي، وبشكل او باخر ستقوم بالتصويت في هذا الاتجاه، اتجاه ما تحدده الكنيسه. ولا اجزم من الان بمرشح لسه اختاره الكنيسه، قد يكون عمرو موسى، قد يكون عبد الناب الفتوح، لا ادري من. او بينما الكتله الاكثر يعني رقي يعني ثراء واكثر تعليما على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، اعتقد انها ستقوم بتحديد اختياراتها حسب تحديد، ستقوم بالتصويت بناء على اختياراتها هي الذاتيه. فمن سيكون اكثر ثوريه سيميل الى اختيار ابو الفتوح او حمدين صباحي او من سيكون محافظا وسطيا ممكن يصوت لعمرو موسى، اما من سيكون يعني بالنسبه له محاربه الاسلاميين هي الغايه الاولى والقصوى، اذا سيميل الى اختيار مرشحين النظام مثل شفيق وعمر سليمان. طيب ساعود مره اخرى الى الدكتور رمسيس. دكتور رمسيس، هل انتم وضعتم في الكنيسه معايير للاختيار؟ بيتهيالي القرار اللي اصدره المجمع المقدس للجنه الاساسيه التي كانت معسكر الدكتور كانت في معايير معينه لنظام الدوله ونظام رئيس الدوله والفهم السياسي في الدوله متمثله في تلك المعايير، في الحريات، في احترام الاقليات، في الحريات الدينيه، في التعامل مع الاقباط على انهم مواطنين سواء مع اخوانهم المسلمين، لا يجوز التمييز بينهم وبين اي مواطن اخر يختلف معهم في العقيده. ودي معايير عامه دوليه اللي بتطالب بها الكنيسه او اللي بيطالب بها الاقباط، معايير عامه اللي هي المساواة والحريات الدينية. نعم. ونتمنى في أن يكون رئيس مصر سواء كان من التيار الإسلامي أو سواء كان من التيار الغير إسلامي، أن يكون مراعيا للحقوق والحريات دون تمييز ودون تهميش لفئة كبيرة جدا في النظر متمثلة في الأقباط. نعم. لأن مصر خسرت كثير لما همشت الأقباط في الفترات الماضية، فإن استفادتم بالأقباط أو إن استفادت مصر بالأقباط أو إن دعت نظام السياسي الجديد أو الرئيس الجديد الأقباط للاشتراك في العمل السياسي، فأنا أثق أنهم كفء وأنهم مجهزون للانخراط في العمل السياسي. ودي طبقا لتوجيهات البابا المتنيح إن إحنا نبدأ نعمل سياسة من خلال الشارع، وأظن أن شفت حركات حصلت قبطية، منها حركات مسير وحركات شبابية. طيب هل تبقى معي طب دكتور رمسيس، يعني هل تبقى معي على الهاتف سعود لك دكتور عبد الفتاح، يعني هل المسيحيين فقط هم من كانوا مهمشين في الفترة السابقة، أم معظم طبقات الشعب المصري وشرائح المجتمع المصري كانت مهمشة بالفعل عن السياسة المصرية؟ بالطبع يعني فئات كثيرة بما فيها الأخوة المسيحيين في مصر. أنا أعتقد أنه القضايا المهمة التي أشار إليها الدكتور رمسيس هي قضايا ستحتم من خلال توافقات سياسية، ولابد أن تقنن في الدستور وفي القوانين. يعني حقوق الأخوة المسيحيين أو الأقليات كما يعني أطلق عليها الدكتور رمسيس، وحقوق بقية فئات المجتمع والمهمشين في المجتمع وكل الفئات التي تعرضت إلى الظلم أثناء العقود السابقة، لابد أن يتم معالجة هذه القضايا كلها في الدستور. فكرة المواطنة وضمانات المواطنة الحقيقية في الدستور، وفكرة شرعية حقوق الإنسان أو المنظومة بتاعت حقوق الإنسان وربطها بالمعاهدات الدولية بشكل نهائي في الدستور، ده شيء مهم، بجانب بالطبع الأسس العادية وأسس الهوية الوطنية المصرية والمادة الثانية وما شابه. فأنا أتصور أن هذه الأمور لابد أن تحسم على مستوى الدستور، ولابد أن تحسم على مستوى القانون، ولابد أن يوضع لها ضمانات حقيقية وآليات حقيقية لمتابعة يعني تنفيذ هذه النصوص الدستورية. لكن بالنسبة لبرامج المرشحين، أنا أعتقد أن كل
البرامج الموجودة الآن ستتحدث عن المواطنة، ستتحدث عن المساواة بين فئات المجتمع كلها، وبالتالي الاختيار على أساس ماذا يقول كل مرشح عملية قد لا تكون يعني مجزية الآن. ربما التخويف من التيار الإسلامي كما ذكر الدكتور أشرف الآن والأحداث التي حدثت في الأسابيع الماضية ربما تدفع يعني كتل من الأخوة المسيحيين للتصويت لمرشح قد يكون محسوب على النظام القديم خوفا من أنه يتعرض هؤلاء إلى اضطهاد. طيب في ظل دكتور الجديد. دكتور رمسيس سعود لك مرة أخرى، هل بالفعل يعني التخوف من التيار الإسلامي قد يدفع الكنيسة ب يعني ترشحها إلى رئيس آخر قد ينتمي إلى النظام السابق؟ أنا سبق وأن قلت لحضرتك أن الأقباط عاشوا في بداية الفتح أو دخول الإسلام نفسه، فهم لا يخلفون على الإطلاق، ولكن كان زميل الفاضل تكلم عن قوانين توضع حماية الحريات. طيب اسمح لي دكتور رمسيس يعني حتى لا نخرج حتى أنا عندي طيب، ولكن الشعب قائم حتى هذه اللحظة لم يصدر قوانين تزيد المواد التمييزية الموجودة في القانون القديم. فأنا أتمنى أن يكون هناك قانون عادل يوضع للمساواة فيما بين. اسمح لي ولكن يعني فترة البرلمان حتى الآن قصيرة، هناك الكثير من الأعباء، هناك اللجنة أيضا التأسيسية للدستور، وأيضا حتى يعني لا أخرج عن موضوع الحلقة، يعني أنا سؤالي الأساسي هنا عن مرشح الرئاسة، يعني بمنتهى الصراحة هو تردد، يعني أيضا يعني اسمح لي حتى بس أكمل النقطة والفكرة، تردد أن هناك أنباء أنكم ستقومون بدعم عمر سليمان، هل ما تردد هذا صحيحا؟ هقول لحضرتك، نحن مش ندعم عمر سليمان كشخص، ولكن ندعم كل من ينادي بالحريات والمساواة وتدعيم عمل أو تفعيل عمل الأقباط مع إخوانهم المسلمين. ولكن اسمح لي، معظم المرشحين ينطبق عليهم مثل هذا الشرط، ولكن هل أنتم بالفعل يعني تردد هذا أنكم تدعمون عمر سليمان، هل هذا صحيح؟ لا، هو لم يصدر قرار أو لم يصدر توجيه أو لم يصدر سمة شيئا بتوجيه لدعم شخص معين، ولكن الدعم كله موجه إلى مبادئ معينة. وطبعا لو هناك دعم أو توجيه لشخص معين الكل هيعرف بيه، لازم يكون هذا القرار صادر من المجمع المقدس بيوجه الأقباط لدعم شخص معين، لكن بيتهيألي أنا مش هيصدر مثل هذا القرار لسبب واحد، ان هو نيابه الامن في ده قبل نيحته كان يتكلم على اساس ان الاقباط ولا تنفي ان قداسه البابا المتريح استقبل احد اعضاء حزب الحريه والعداله وكان قبطيا وما لموش انه كان انضم الى هذا الحزب او شجع هذا الحزب، يبقى الاقباط اصبحوا كتله متفقة. طيب، ولكن اسمح لي دكتور رمسيس، يعني هذا التصريح نوصب إليك أو أنت قلت بالفعل في إحدى القنوات الفضائية أنكم ستقومون بترشيح السيد عمر سليمان؟ لا يا فندم، هذا التصريح نوصب إلي وأنا قلت بالفعل، قلت أن فعلا المصريون جميعا وأهمهم والأقباط أيضا أسلج صدرهم عندما عرفوا أن شخصية ليبرالية قوية متمرسة في السياسة قد قدمت لترشيح أوراقها. ولكن اسمح لي أيضا، يعني هناك عمرو موسى هو شخصية ليبرالية متمرسة في السياسة، وبالفعل هو كان مترشح منذ فترة، يعني شخصية ليبرالية ومتمرسة في السياسة ليس بالجديد، هي بالفعل كانت موجودة. وأيضا كنا نؤيد وما زلنا نؤيد شخصية الأستاذ عمرو موسى، يعني الكنيسة تؤيد الشخصيات الليبرالية عامة، لكن لا يبدو أن الاتصال قد انقطع مرة أخرى، سنعود الاتصال به مرة أخرى إذا تمكننا من ذلك. سأنتقل لك دكتور أشرف، هل الكتلة التصويتية للأقباط قد تؤثر في مسألة اختيار مرشح رئيس الجمهورية؟
نعم بكل تأكيد، لأنه يعني خصوصا في الجولة الأولى للتصويت، لأنه الفوارق بين المرشحين ستكون ليست بالكبيرة، ستكون متقاربة جدا في الجولة الأولى، وبالتالي الكتلة التصويتية الأقباط لو صوتت في اتجاهات موحدة، بمعنى اتجاه أو اتجاهان على الأكثر، فبالتأكيد ستكون مرجحة لمرشح على حساب آخر. وأنا في تقدير الخاص أن أغلب الأقباط سيقومون بالتصويت للسيد عمرو موسى بصفته مرشح اللي هو يعني أخف الأضرار بالنسبة إليهم، يعني في تقدير الخاص، والمرشح اللي هو عنده قدرة ما على الفوز، يعني ده في تقديري، يعني ده هيكون قرار أغلب الأقباط، وبهذه الطريقة هيكون متماهي مع اختيار قطاع واسع من المصريين، ليس فقط الأقباط يعني. نعم، انتقل لك دكتور عبد الفتاح. انا كان عندي تعليق على كلام الاستاذ رمسيس، ان هو بيتكلم عن ان هو شخصيه ليبراليه، كان على سؤال اللي هو عمر سليمان، ان هو شخصيه ليبراليه وشخصيه متمرسه في العمل. احنا يعني في حقيقه الامر الان عمر سليمان مصنف ضمن مرشحي الفلول، وهو متمرس في عمليات القمع وعمليات الاستبداد اللي كانت موجوده، وبالتالي الاختيار الان بعد الثوره وإطلاق فكرة أنه هو رجل متمرس ورجل ليبرالي، يعني أين هي الليبرالية التي يعني مارسها أو عبر عنها في 20 سنة اللي فاتت مثلا؟ يعني دكتور رمسيس أنت معي من جديد، ودكتور عبد الفتاح يعني يسألك يعني أين هذه الليبرالية التي وجدتها في يعني في 20 عام الماضية؟ 20 عام الماضية كان الأستاذ عمر سليمان مديرا للمخابرات، وكان له عمل قوي جدا جدا في المخابرات دون أن يعلم أحد، لكن لم يشترك على الإطلاق في العمليات التمييزية أو الاستبدادية التي كانت تحدث في مصر ذاك الوقت. فيعني ليس من العدل أن إحنا نأخذه بذنب من عمل معه، أو يؤخذ بذنب الطاقم الداخلي. فالكل يعلم أن الجهاز المخابرات هو جهاز يعمل أساسا خارجيا واستثناء داخليا. فعمر سليمان أنا لا يعني أؤيده قلبا وقالبا، ولكن لا أرى غبار عليه، ولا أرى أن حرمان المجتمع من أن يرشح نفسه مثل هذا الشخص هو حقد لحق المواطن المصري في أن يدلي بصوته لمن يشاء. نعم. أو يمتنع عن ما يريد. فكون إن إحنا نحكي بحقه وننسب عمله إلى الحكومات السابقة أو الرئاسة السابقة، فهذا يعني أن إحنا وضعناه في موضع الاتهام دون أن يكون هناك سمة اتهام قبل عمر سليمان. نعم. طيب. أن يأخذ فرصته. طيب ابقى معنا دكتور. طيب دكتور رمسيس ابقى معنا، يعني ليس من حقنا الحجر دكتور عبد الفتاح، وبالفعل هناك يعني قانون للعزل السياسي، يعني يطالب هناك مليونية اليوم. نعم، تطالب مثل. نعم. هذا الحجب يعني ومنع هذا الحق. أنا بس عايز يعني أقول للأستاذ الفاضل الأستاذ رمسيس أنه هو النظام السابق لم يكن حسني مبارك فقط وأولاده، ولم يكن السيد نظيف والوزارة، النظام السابق وأي نظام استبدادي شمولي، أول شخص مهم في ترسيخ الاستبداد والفساد والقمع هو رئيس المخابرات العامة. وإحنا هنا بنفصل بين الدور الوطني للمخابرات المصرية ده شيء، ودور شخص هو ظل مبارك لعشرة أكثر من 10 سنين وأكثر، دي عملية من أبجديات يعني أي نظام استبدادي، أمن الدولة وجهاز المخابرات المحيط بالرجل المستبد رئيس الدولة. وبالتالي إحنا حينما حتى الثوار، الرجل كان نائب رئيس جمهورية لفترة قصيرة جدا، وحينما تنحى مبارك كانت الهتافات في الميدان في ذلك الوقت هو ضرورة تنحي سليمان معه، والرجل غاب لمدة سنة عن الأنظار ولا نعرف حتى التفاصيل. يعني هو يفترض أنه لابد أن يخرج على الناس ويقول له يعني يبلغ الناس تفاصيل أعماله الوطنية والليبرالية والتمرس في السياسة، الملفات اللي هي التي أسندت إليه في الخارج يعني كلها تقريبا ملفات فاشلة. السودان أصبح سودانيين الآن وفي حرب أهلية، وغزة اشتركت مصر للأسف النظام السابق وكان على رأسها الرئيس المخلوع ورئيس المخابرات نفسه بشخصه اشترك في حصار غزة، ودي أمور أيضا من أبجديات السياسة الخارجية المصرية والملفات الأخرى نحن لا نعرفها. إذا نعم. كان هناك ملفات طيب. أخرى لابد أن نعرفها. طيب جيدة. دكتور أشرف، الآن هناك قانون العزل السياسي، وأنت يعني كما ترى مثلا
دكتور رمسيس يؤيد أن يكون هناك حق للناخب أن يختار كيفما يشاء. إذن كيف هل هنا يعني نحن نهدر حق الناخب المصري في حقه في الاختيار؟ هو بداية بس أنا عايز أعلق على تصريحات الدكتور رمسيس النجار، لأن أنا أرى أنها تصريحات شديدة يعني مقلقة جدا وشديدة الخطورة، لأنه الكلام عن عمر سليمان لا يجب أن نوجه إليه الاتهام. عمر سليمان مدان وليس متهم، لأنه كان ركن أصيل في النظام السابق قائم على القمع والاستبداد والقمع الحريات، يعني هو كان جزء من حالة قامت الثورة ضدها، وبالتالي لا يوجد هناك أي مجال للكلام عن براءة عمر سليمان أو حسن نواياه. ليس هذا فقط، يعني لم يكن النظام السابق نظام مبارك، وعمر سليمان كان الرجل الثاني فعليا في النظام، لم يكن هو المسؤول عن اضطهاد الأقباط، ألم يكن مسؤولا عن القمع الموجه للأقباط، ألم يكن مسؤولا عن الظلم الطائفي الذي يوجد للأقباط على المستوى السياسي على المستوى التنفيذي على المستوى التشريعي، ألم يصل هذا النظام لدرجة من الإجرام والانحطاط، وصلت لدرجة تدبير تفجيرات في كنيسة القديسين 24 يوم عدة أسابيع قبل اندلاع الثورة، وكان عمر سليمان الرجل الثاني في النظام وقتها. إذا أي ليبرالية يتكلم عنها وأي حسن نوايا سياسية يتكلم عنها؟ حتى أثناء 18 يوم بتاعة الثورة يعني السيد عمر سليمان ظل لغاية آخر لحظة ضد الثورة ويدافع حتى اللحظة الأخيرة عن حسني مبارك. إذا أي ليبرالية نتكلم عنها؟ هذا خيار فاشي، هذا خيار فاشي، الارتباء في احضان العسكر خوفا من خطر الاسلاميين، ولا لا اقلل من خطر الاسلاميين، قد يكون خطرا حقيقيا، لا اقول انه خطر متوهم، لكن الارتباء في احضان عمر سليمان ليس بحلا، لانه نظام عمر سليمان كان شديد القمع والاضطهاد للاقباط. قد افهم من يقال هذا الكلام عن عمرو موسى مثلا مع تحفظي ايضا عليه، لكن ان يقال هذا الكلام عن عمر سليمان فهذا كلام في رايي شديد الخطوره. طيب دكتور رمسيس، يعني حديثك هو مثير للقلق من وجهه نظر دكتور اشرف، وهو يرى ايضا ان عمر سليمان هو مدان وليس متهم، أنت كيف تعلق على ذلك؟ طبعا كلمة واحدة يا أستاذ أشرف، الإدانة تقولها محكمة تنظر موضوع دعوة، لكن يكون أن احنا نطلق الإدانات دون أن يكون تحت يدنا أدلة بأنه متهم أو منسوب إليه الإدانة في موقف معين أو في تجربة معينة ضد الشعب المصري، فيعتبر تجني على شخص دون أن يقضي القضاء بكلمة واحدة في إدانته من عدمه. فكلمة إدانة أو كلمة عقوبة أو كلمة شخصية تستحق العقاب دي كلمة للقضاء أن يقولها، لكن كل إن إحنا نطلق العبارات بهذه الطريقة فأنا يعني بعترض. طيب. لأن السلطة القضائية ما زالت موجودة والعمل القضائي ما زال موجود، والقضاء كثيرا ما يتكلم. نعم. فأتمنى لو كان في أدلة ضد عمر سليمان تقدم، ولا مانع أنه يقدم للمحاكم، ولا مانع أنه يقضى عليه أو يقضى بتبرئته، لكن لا نطلق نحن. طيب. في جميع الأحوال يعني ونهاية دكتور رمسيس، هل ستقومون بدعم السيد عمر سليمان صراحة ويكون يعني هذا دعم من جانب الكنيسة؟ لا يا فندم، أنا بتكلم كرمسيس النجار صوتي شخصيا. يكون مثلا لعمر سليمان. نعم، بصفة شخصية وليس يعني بصفة مستشار الكنيسة. نعم. ولكن شكراً. أنا متأكد أن صوت الكنيسة سوف يكون لمن يستحق أن يكون رمزا لمصر. نعم، شكرا جزيلا لك. أنا معي دكتور رمسيس النجار مستشار الكنيسة الأرثوذكسية، شكرا جزيلا لك. دكتور عبد الفتاح، يعني إذا انتقلنا إلى قانون العزل السياسي، أنت كيف تقرأ مثل هذا القانون، وهل سيمثل إهدار لحق الناخب المصري في اختيار المرشح؟ لا، هو بالطبع يعني موضوع العزل السياسي ده جاء متأخرا، كان يجب أن يتم في الأسابيع الأولى بعد الثورة، لكن إدارة المنطقة أو المرحلة الانتقالية على يد المجلس العسكري ارتكبت عددا من الأمور التي ما كان يجب أن ترتكب، فمن ضمنها السماح لأنصار النظام السابق في التواجد حتى في إدارات الدولة المختلفة. عدم التطهير. طب اسمح لي، هذا 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 القانون لم يأتي يعني في الميعاد المناسب، وهذا القانون يناقش الآن، هل في مثل هذا التوقيت يمكن توجيه له الانتقادات لأنه يعني يصفي الحسابات أو يستهدف شخص بعينه، هناك تخوفات من مثل هذا الشخص؟ لا، الآن يعني أنا شايف أن في شرعية للبرلمان وللشارع لفرض هذا القانون ولفرض أي مطالب أخرى على المجلس العسكري الاستجابة والتصديق على هذا القانون، لأنه في النهاية نحن نتحدث عن ثورة ونتحدث عن ضرورة وجود انتخابات حقيقية لا يتنافس فيها من قمنا بالثورة ضدهم،
يعني دي من أبجديات الثورات والتغيير السياسي بشكل أو بآخر. تأخر المجلس العسكري فيها أمر مريب وأمر أدى إلى كوارث في الأساس، وتأخر البرلمان أيضا لأن البرلمان له 3 شهور تقريبا وفي عقبات أمام البرلمان. أنا يمكن يعني الكلام اللي كان على الدكتور يسري والدكتور أشرف عقب عليه إنه في كثير من الأمور اللي تمت عملية كانت مدبرة، ربما يعني موضوع السولار والأزمات الاقتصادية اللي موجودة وكذا، في النهاية نحن نتحدث في الغالب عن أمور دبرت من قبل جهة معينة، وربما الآن نحن نعلم جيدا أن فلول النظام السابق هي التي تدبر هذه الأمور. طيب. ثم الإعلان الدستوري نفسه به مصائب كثيرة، يعني تقييد البرلمان الذي تحدث عنه الدكتور أشرف ده شيء طبيعي، البرلمان ليس له صلاحيات كبيرة، النواب وعلى رأسهم الإسلاميين وغير الإسلاميين تصوروا أن بإمكانهم النضال من داخل مؤسسة منتخبة شرعية وتحقيق مطالب الثورة من خلالها، ولكنهم فعلا بعد شهور معدودة اكتشفوا أن البرلمان ليس له صلاحيات كثيرة. وبالتالي أنا أتصور إنه للخروج من الموضوع ده، وكتب كثيرا عن هذا الأمر من قبل، هناك عدة مواد في الإعلان الدستوري إذا رغب المجلس العسكري فعلا في الخروج من الأزمات المتتالية اللي احنا فيها الآن ممكن تعدل هذه المواد، وعلى رأسها المادة 28، المادة 33 مادة مهمة أيضا لأنها تتصل بفكرة يعني المتصلة ب أعمال الرقابة على السلطة التنفيذية وفكرة سحب الثقة من الحكومة، دي غير موجودة. والمادة 56 بتتصل أيضا بضرورة يعني اختيار رئيس الوزراء صاحب الأغلبية في البرلمان أو صاحب أحزاب الأغلبية. كل هذه الثغرات كانت موجودة في الإعلان الدستوري، والقوى السياسية وهنا ربما خطأ بعض القوى الإسلامية إنه هي تصورت بحسن نية ربما أو بدون، يعني الله أعلم، تصورت إنه بالإمكان النضال من عن طريق هذا الإعلان الدستوري وتحقيق مكاسب أخرى، لكنه في النهاية المجلس العسكري وقف أمام هذه المطالب وأمام هذا النضال اللي تم في البرلمان. نعم. طيب سننتقل الآن إلى تقرير من الشارع المصري وسؤال عن كيفية اختيار مرشح رئاسة الجمهورية وما هي المعايير التي سيحتكم إليها الناخب المصري في هذا التقرير. وستة أسابيع من انطلاق الانتخابات الرئاسية، كيف يختار المواطن المصري العادي مرشحه في هذه الانتخابات؟ ما هي المعايير التي يختار على أساسها؟ هل قرأ برنامج أي من المرشحين والمطلعين لهذه الانتخابات؟ يعني كيف تختار مرشحك في هذه الانتخابات التي ستجرى في 23 من مايو المقبل إن شاء الله؟ أولا كل مرشح له صفات، فأهم صفة وأهم شرط من الشروط المصداقية، ويكون صاحب مبدأ لا يتلون مع الألوان ومع الطوائف ولا يتغير مع الظروف والمحدثات، بل يكون صاحب مبدأ ومبدأ ثابت. طبعا يعني هذا يقودنا إلى سؤال آخر متعلق بنفس إجابة حضرتك، تتعلق يعني ما هي المعايير التي يجب أن تتوفر في هذه الشخصية التي تريد أن تكون رئيسا لمصر؟ لها منهج، ومنهج واضح ومنهج إسلامي يرفع شعاره الشريعة الإسلامية. أنا بصراحة عايزين الراجل يكون إيده من حديد، راجل فاهم وضع البلد وفاهم الناس اللي بره دماغها ايه، امريكا واسرائيل والناس دي كلها. انا بصراحه عايزين راجل يعني جامد، شخصيه قويه، لان البلد محتاجه فعلا راجل قوي ومحتاجه رجال اقوياء ويحبوا البلد دي باخلاص ويشتغلوا باخلاص لله، وعايزين افعال مش اقوال. طب يعني فيما يتعلق بالافعال والاقوال، يعني اكيد هذا الامر متعلق ايضا ببرنامج الانتخابي لكل مرشح من هؤلاء المرشحين، يعني ما هي الشروط التي يجب ان تتوفر في برنامج المرشح الذي ستنتخبه في الانتخابات المقبله؟ انا بص حكايه البرنامج ده انا لا اؤمن بيه ابدا، يعني اي حد بيعمل برنامج عشان يضحك على الناس او يشتغل الناس وفي الاخر اهم شيء يقعد على الكرسي. انا عاوز واحد يحب البلد دي وبيخلص لها فعلا لله، مش عاوز كرسي ولا عاوز منصب ولا عاوز فلوس. كيف ستختار مرشحك في هذه الانتخابات؟ والله احنا عايزين مرشح رئيس للدوله على قيمه الدوله نفسه، بمعنى انه يعني يكون صادق، ليه برنامج، مجرد ما ياخد الرئاسه ما يبتعدش عن الشعب، لابد ان يكون من الشعب ووسط الشعب. طبعا في فساد كتير في مصر اتورثناه من الاجيال اللي فاتت، فلا بد ان يقضي على الفساد. طب يعني ما هي اهم المؤهلات التي يجب ان تكون متوفره في هذا المرشح؟ لابد يكون صادق وامين، يكون من يحس الشعب نفسه، يحس باحساس الشعب، مش يبقى في بروج عاجيه بقى رئيس دوله عشان واحد يتصل بيه او يعمل مشكله يبتعد عنه، لا، لازم يكون من الشعب وبيعيش مع الشعب.
لازم نعترف ان رئيس مصر القادم عنده مسؤوليه كبيره. ليه بقى؟ عشان هيستلم مصر خربانه منهوبه مسروقه متمصمصه بصراحه يعني. انا الله يكون في عونه، بس انا عاوز بقى رئيس مصر القادم اول حاجه مش مصري بس، وطني مدني، ولا ينتمي للتيار الديني ولا المؤسسه العسكريه. وبعدين كمان في نقطه بقى مهمه، اهم حاجه من اهداف الثوره النبيله العداله الاجتماعيه، مش العداله الاجتماعيه بالكلام يعني يشعر بالام المواطنين، مش بالكلام، بالتنفيذ. بمعنى ان 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 ناس والله العظيم مصريين مواطنين بياكلوا من الزباله، مش عاوز الظاهره دي تختفي. ناس بتسكن في الترب عاوز الظاهره دي تختفي، ناس عايشه في العشوائيات عاوز الظاهره دي تختفي، ناس بتشرب ميه بايظه عاوز دي تختفي، ناس عيال صغيره عندهم 10 سنين تحت الكباري اطفال الشوارع. يكون عنده ضمير ودين. لو كان الرئيس عندنا عنده ضمير ودين احنا هنبقى احسن بلد في الدنيا. وهتقول لي بقى رئيس قوي ومش رئيس قوي، لازم الرئيس يبقى عنده، وحتى يختار مستشارينه ما يكونش سمسرة زي العهد اللي بات، يكون سمسرة برضك عندهم دير وضمير، ويمشي على مبدأ الرسول صلى الله عليه وسلم ترحمه ترحمه. لو هو ده مشي بهذا المبدأ سوف تصبح مصر أعظم دولة، مش في العرب ولا في أفريقيا، في العالم كله. طب يعني هل اطلعت على برنامج أي من المرشحين لانتخابات الرئاسة حتى الآن؟ والله تعتبر يعني أنا في ملحوظة، كل البرامج تعتبر يعني تحس إن هي مأخوذة من بعض، اللي يقارن بين المرشح ده حتى المرشح الديني أو المدني نفس البنود هو هي. أنا بقول لك في الأول والأخير إحنا عاوزين رئيس جمهورية يحس بالشعب المصري، رئيس جمهورية يبقى عنده ضمير، رئيس بالجمهورية يبقى عنده دين. كنتش مرتبط بأجندة خارجية، واخد بال حضرتك؟ يعني زي مثلا كنت تابع لامريكا او تابع لقرارات خارجيه، ده طبعا زي النظام السابق، ده احنا مش عايزين حاجه زي كده. تاني اهم ان يكون رئيس يخدم المواطن فعلا، مش يكون رئيس شرفي وخلاص وبيمضي على اوراق وخلاص تجيله وحاجات من دي، مفيش الكلام ده. احنا عايزين رئيس يخدم البلد فعلا ويخلي البلد دي مصر دي اعظم دوله في العالم. احنا عايزين واحد يعدل من التعليم، ان احنا عندنا التعليم غير في داهيه، مفيش تعليم في مصر، دي نمرة واحد. عندنا العلاجات الناس التعبانة كتير تلاقيها مرمية في القص العيني. احنا عايزين واحد يجي من قلب الشعب يخدم الشعب. نعم دكتور أشرف، يعني أنت كيف تعلق على اختيار الناخب المصري لرئيس الجمهورية، المعيار الذي يعتمده؟ هو من الواضح انه كما ذكرنا من قبل ان المواطن بيختار فكره الحاله زي ما قلنا، او يعني كثير من المواطنين تكلموا عن الرئيس القوي، القادر على تحقيق الامن، القادر على تحقيق الاستقرار. بعضهم ايضا تكلم عن المواطن الرئيس ذو الضمير، ذو الاخلاق الحسنه. بالتاكيد ده هيكون مرتبط اكتر بالرئيس الاسلامي او المتدين. وطبعا يعني انا رايي انه احنا هنا في هذه المرحله لابد ان احنا كقوة ثورية نقوم بالرد على هذه المعايير لإظهار تناقضاتها. يعني مثلا لو تم التسويق لعمر سليمان بصفته الرجل القوي القادر على تحقيق الامن والاستقرار، قادر على الوقوف في وجه مخططات القوى الخارجيه الى اخره الى اخره، طب ما راي عمر سليمان كان الرجل الثاني في نظام مبارك عبر سنوات طويله وفشل في تحقيق الاستقرار، والدليل انفجار الاوضاع وانفجار الثوره، فشل في رفع مستوى معيشه المواطنين، وفشل في الوقوف في وجه مخططات القوى الخارجيه والاجنبيه، امين التبعيه لامريكا والتبعيه لاسرائيل، وضعف مصر اقليميا ودوليا. يعني حتى لو قابلنا بالتصور الهزلي الكاريكاتيري للسيد عمر سليمان ان الثوره كانت مؤامره من قوى خارجيه مثل حماس وحزب الله وايران الى اخره، فانت هنا ضعيف وفاشل. اي من انت رجل مخابرات وانت عاجز عن حمايه البلد من خطر هذه المؤامره الخارجيه، اذا انت فاشل حتى في تحقيق الاستقرار والامن الذي تراهن عليه لتحاول تسويق نفسك للمواطنين. فهزيمه او اقناع المواطن بعوار منطق مرشحين العسكر من السهل بمكان، بس لابد من التركيز على هذا. ولكي نكون بالتركيز على هذا لابد من توحيد الصفوف، توحيد صفوف القوى الثوريه كما ذكرنا سابقا. وايضا لابد للمرشحين الثوريين ان يقوموا بتسويق نفسهم بشكل واضح، برسائل واضحه، هم يستطيعون ان يقنعوا الشعب انه الثوره او الفكر الثوري او التغيير الثوري قادر على تحقيق الامن، قادر على تحقيق الاستقرار، قادر على تحقيق التحسن في احوال المواطنين. الكلمه التي ذكرها احد الجمهور في البدايه ان المواطن المصري كان ياكل الزباله، هذه الكلمه المفتاح يعني. وانا اعتقد انه رغم انه بعد سنه من الفوضى المتعمده وعدم الاستقرار المتعمد من قبل المؤسسه العسكريه او الاداره العسكريه للبلاد التي جعلت العديد من المواطنين يحنون الان الى الحكم القوي، اعتقد انه ما تزال الاغلبيه الشعبيه في مصر ما تزال ترغب في التغيير وتحسين مستوى معيشتها.
لكن هي لا ترى البدائل امامها، ودي مشكلتنا في مصر. مشكله في مصر ليس في الشعب انه مستواه وعيه ضعيف او جاهل او قليل، المشكله ليست في هذا، المشكله في عجز النخب السياسيه والقوى السياسيه عن تقديم بدائل سياسيه قادره على تقديم رسائل واضحه للناس تفهمها الناس وتعبر عن مصالح وفكره ومصالح الناس ورغبتها الحقيقيه في التغيير، وهزيمه اطروحات القوى المضاد القوى النظام في مقتل في منطقيا وفكريا وسياسيا، بحيث لا تترك خيار للمرشح طيب العسكري ولكن الى التزوير. ولكن حتى يعني بافتراض هذا دكتور عبد الفتاح، اذا كان هناك توحيد للصفوف في الكتل الثوريه، هل هذا سيكون يعني كافي لتوحيد الصف او توحيد الكتله المجتمعيه المتواجده في الشارع المصري، ام ان هذا يعني غير كافي في ظل الازمه الاقتصاديه، احساس المواطن المصري بعدم الاستقرار؟ لا بالطبع يعني سيسهل الامر على الناخبين، لانه الناخبين الان يجدون امامهم 5-6 اشخاص وبعضهم باجندات متشابهه، والكل يدعي انه او يعني الكل جزء من الثوره بشكل او باخر. فانا اتصور انه وجود فريق رئاسي وتقديمه للناخبين ببرنامج وطني مرتبط بمطالب الناس في الشارع وكذا امر في غايه الاهميه. الان احنا يعني في سننتهي الى انه عندنا عده اسماء والبرامج متشابهه والاصوات ستتفتت، وبالتالي فكره وجود فريق ستسهل على الناخبين فريق طيب وطني يعني مقابل فريق اخر يعبر يعني لتبسيط الامور اكثر، يعني هل هذا الفريق يكون فريق الثوره والفريق الاخر هو الفريق الذي سيدعي يعني انه فريق الاستقرار وانه فريق الامن وفريق الفلول، ففي النهايه سيكون هناك فريقين او يعني من الافضل ان يكون هناك مثل هذين الفريقين؟ أنا أتصور أن ده المطلوب الآن، لأنه في النهاية نحن أمام عدد من المرشحين المحسوبين على النظام القديم، وإحنا مش عارفين فعلا إيه المخطط اللي بيتم. ربما هناك مخطط للانسحاب لشخص واحد، وربما يكون شخص حتى غير من الناس اللي في الواجهة الآن. إحنا أمامنا لسه فترة زمنية ممتدة، وبالتالي في خطورة، ومنصب رئيس الجمهورية في مصر منصب مهم. المجلس العسكري في النهاية سيسلم مقاليد السلطة التنفيذية إلى هذا الشخص، وسيكون له صلاحيات كبيرة إلى حين وضع الدستور والنظر في يعني صلاحيات الرئيس الحقيقية بعد ذلك. وبالتالي إحنا نتكلم عن استحقاق مهم في مسار الثورة المصرية وفي مسار الانتقال إلى الديمقراطية. بدون هذا التوافق أنا أتصور أنه سنخسر جميعا، وربما تعود الثورة إلى الوراء. وهناك حالات تم فيها بشكل أو بآخر أشياء مشابهة، وستستمر الحالة الثورية، لأن المصريين إذا وجدوا أن الثورة تختطف منهم بتأييد مرشح محسوب على النظام السابق أو حدث تزوير طبقا للمادة 28، قد تحدث عمليات يعني تزوير بشكل أو بآخر ولن يتم الطعن فيها أمام أي جهة أخرى، وبالتالي يعني قد تستمر الأزمة وقد تتفاقم بعد الانتخابات وندخل في متاهة جديدة كالمتاهات التي دخلنا فيها أثناء السنة الأولى، وتستمر الحالة حالة عدم الاستقرار اللي احنا فيها إلى الآن. طيب أستاذ دكتور أشرف، يعني الآن نجد أن هناك بعض المفاهيم يعني مثل التيار الإسلامي التيار المدني، هل هذه المفاهيم هي أيضا مفاهيم خاطئة؟ بتصليح مثل هذه المفاهيم يكون هناك قدرة لدى الناخب على الاختيار الأصح؟ هي بداية هي ليست مفاهيم خاطئة، مفاهيم صحيحة، لكن توظيفها السياسي خاطئ لأنه يأتي في السياق الغير مناسب. وأنا أعتقد أنه في جريمة كبرى ارتكبت في حق هذه الثورة وفي حق هذا الشعب منذ بداية الاستقطاب الإسلامي المدني أو الإسلامي العلماني أو الإسلامي الليبرالي، سميه كما شئت، منذ استفتاء 19 مارس المشؤوم. منذ هذه اللحظة بدأ هذا الاستقطاب المفتت لوحدة القوى الوطنية، المفتت لوحدة القوى الثورية، والأخطر من ذلك أنه زائف في كثير من الأمور. يعني هو كأنه مثلا يعني يبدو لي كأنه هناك جدل حقيقي حول الهوية الإسلامية لمصر، وكانها فعلا مهددة. أنا في تصوري هذه ليست طيب إذا كان هناك بقى توظيف سياسي صحيح لمثل هذه المصطلحات، كيف يعني نسمي مثلا التيار الإسلامي؟ لا، هو يعني التيار الاسلامي سيظل التيار الاسلامي، التيار الليبرالي سيظل التيار الليبرالي، التيار اليساري سيظل التيار اليساري، لكن نريد ان نتوافق حول مشروع للتغيير الثوري الديمقراطي، نريد ان نتوحد، نريد ان نتعاون سويا على المساحات المشتركه والتعاون في هذه المساحات المشتركه. الاختلاف المفروض انه نوع من الاثراء، لكن لابد ان نتعاون في اتجاه مشروع واحد ومشترك، مشروع التغيير. هناك معركه رئيسيه سياسيه الان، هي ليست معركه الاسلامي في مقابل العلماني، هذه معركة فضلا عن كونها في رأيي خاص معركة زائفة، لكنها أيضا معركة يعني ليست في وقتها، مش وقتنا، معركة مؤجلة. المعركة الحقيقية الآن هي معركة الصراع ضد الدولة العسكرية الأمنية، قلب النظام،
الذي النظام الذي ما يزال موجودا يريد اعاده انتاج نفسه واجهاض هذه الثوره منذ اللحظه الاولى. ده المعركه السياسيه الحقيقيه، ولابد لجميع القوى الوطنيه في مصر، وانا واثق ان هناك الكثير من الوطنيين وكثير من الثوريين داخل صفوف الاسلاميين وداخل صفوف الليبراليين وداخل صفوف اليساريين، وهناك ايضا الكثير من السلطويين والغير ثوريين داخل صفوف التيارات الثلاثه، لكي نكون واضحين يعني. وبالتالي لابد من نوع الفرز على الاساس، من يرغب في التغيير الثوري لتحقيق الديمقراطيه، تحقيق العداله الاجتماعيه، للتخلص من النظام. والتخلص من النظام بمعنى انه التخلص من كل موروث النظام وانتاج نظام جديد بشروط افضل للمنافسه السياسيه، وساعتها بقى ممكن نتنافس سياسيا بالاسلاميين والليبراليين كما نشاء، لكن الاول لابد من الخلاص من النظام القديم. ده خطاب ضروري، وعشان نصيغه يبقى للمرشح يعني انا في تصوري انه يعني في نقطتين شديده خطوره. الاصرار العسكري على الماده 28 من قانون انتخابات الرئاسه ليس له اي تفسير، اصرار على كتابتها اولا، ثم الاصرار على بقائها بدون تعديل. في رأيي الخاص ليس لها اي تفسير سوى انه بيحتفظ نفسه بكارت القدره على التزوير وهندسه النتيجه في اللحظه الاخيره. النقطه الثانيه نزول عمر سليمان، ده رجل مخابرات، فهو نازل عشان يكسب، مش نازل عشان حاجه ثانيه، فهو نازل بمخطط واضح للمكسب والفوز. هيعتمد بالاساس يعني هو مش التزوير، مش بدرجه حتميه التزوير، هيعتمد على اثاره تعاطف الناس عن طريق زي ما قلنا تخويف الناس واللعب على فكره رجل الدوله القوي الى اخره، والتخويف من الاسلاميين الى اخره الى اخره، واذا احتاج الامر سيكون هناك التزوير. اذا نحن هناك خطر سياسي حقيقي، لانه نتيجه اخطاء اخرى لن يتم كتابه الدستور قبل انتخابات الرئاسه، وبالتالي فنحن امام سيناريو واقعي جدا انه من الممكن أن عمر سليمان ياتي الى الحكم اما عن طريق بدون تزوير او بتزوير ويقوم بتحقق في كتابه الدستور، بل ايضا ممكن يكون بحل البرلمان ونرجع مره اخرى لنقطه الصفر. فده سيناريو كارثي لكنه محتمل جدا. فالمطلوب مننا الان كقوه ثوريه ان نتحد معا وراء فريق رئاسي واحد ببرنامج سياسي واضح للتغيير الثوري، باستحقاقات سياسيه محدده لجميع الاطراف، وببرنامج يخاطب الشعب بلغه بسيطه واضحه تحقيق المطالب الواضحه. الامن سيتم تحقيقه في اطار التغيير السياسي وليس ضده، يعني يتم تسويق فكره انه من اجل تحقيق الامن لابد من ابقاء الشرطه كما هي، لا، لابد من ان نقنع الجمهور ان تحقيق الامن سيتم من خلال اعاده هيكله او تطهير الشامل لمنظومه جهاز الشرطه، وازاي؟ ببرنامج واضح. خلاص الاستقرار هيتم تحقيقه عن طريق اعاده هيكله جهاز الدوله، عن طريق تغيير علاقه الدوله بالمجتمع، تغيير البنيه التشريعيه، البنيه القانونيه، تغيير الاقتصاد السياسي، ان كل ده هيحقق الامن، هيحقق الاستقرار، هيحقق مطالب الثوره في لغه بسيطه واضحه تخاطب الناس. لابد الاول من توحد النخب السياسيه، ولابد من تقديم برنامج واضح للناس بلغه بسيطه يفهمها الناس. طبعا مفيش وقت لان احنا يعني قدام تقريبا شهر او اكثر امام الانتخابات الرئاسيه، فمفيش وقت. فالنخب السياسية أمام لحظة تاريخية، والتاريخ هيحملها مسؤولية. لا أقول إجهاض الثورة، لأن أنا مدرك أنه على المدى الطويل النظام سيسقط لأنه مفلس وفاشل تماما، لكن سيحملها مسؤولية المزيد من الخسائر والمزيد من الأثمان البائظة التي سيدفعها هذا الشعب جراء تأخير نجاح الثورة، أو جراء إعطاء النظام القوى النظام المزيد من الفرص لمقاومة التغيير الثوري. نعم. طيب دكتور عبد الفتاح، يعني في ظل هذه الصورة التي رسمها يعني دكتور أشرف، ضرورة توحيد الجهود الثورية حتى يكون هناك صف واحد مقابل النظام القديم، يبقى بقى الأشياء البسيطة. يعني نجد أن مثلا الناخب يقول أن هذا المرشح يعني في التلفزيون الكلام كان كويس، ولا عشان كده انتخبته. الدعاية الانتخابية كيف ستؤثر على الناخب؟ الدعاية طبعا في مرحلة ستكون مهمة جدا، يعني أنا أتصور أنه المواطن المصري سيتأثر بشكل أو بآخر. إحنا شايفين حتى في المرحلة السابقة في مرشحين حققوا قدر جيد من الشعبية زي الشيخ حازم أبو إسماعيل والدكتور عبد المنعم وكثير من المرشحين الآخرين، يعني حملتهم حققت نجاحات عن طريق دعاية انتخابية ممنهجة ومنظمة. أنا أعتقد أنه الحملات دي اشتغلت بشكل علمي جيد واكتسبت أنصار ونشطاء أصبحوا يروجون للمرشحين بشكل كبير. لكن أتصور أيضا أنه إحنا ودي أول ممارسة ديمقراطية، لابد أن يعني يكون هناك في ضوابط بشكل أو بآخر حوالين كل ما يتصل بالدعاية الانتخابية. أنا أتصور أنه القانون الحالي ما فيهوش هذه الضمانات بشكل كبير، وهيبقى في تجاوزات كثيرة في الدعاية الانتخابية. طب يعني وجدنا في تجاوزات حتى في وجدنا التموين. يعني كما سبق منذ قليل، يعني عندما أتى يعني بعض الأباء التي ترددت أن المستشار بجاته قد يكون هناك حذف في الاسم دكتور الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل بسبب اختراقه لحاجز هذه الدعاية، هل من
الممكن أن يكون مثل هذا الشطب ولهذه الأسباب؟ لا أنا لا أتصور الآن، لو يعني أنا لا أستطيع أن يعني أتصور دلوقتي إنه اللجنة قادرة على اتخاذ قرار بهذا الشكل. ده الرجل يعني يخوض معركة في القضاء، وهناك ضغوط شعبية في الشارع على القضاء وعلى اللجنة وعلى كل المؤسسات الدولة، وبالتالي لا أتصور أن اللجنة ليس لها أدوات وليست لها وسائل، القانون لم يعني يقويها بهذه الأدوات والوسائل لكي تتخذ قرارات بهذه الجرأة. فأنا أتصور أن الانتهاكات دي ستستمر، ومعظم المرشحين بشكل أو بآخر يعني حينتهكوا جزء أو آخر من القانون المنظم. لكن الفكرة أيضا لابد أن تقترن، لو سمحت لي، أنه يعني فكرة توحيد الجهود جيدة وكل شيء، لكن أيضا استمرار الضغط الشعبي في الميدان شيء جيد. اليوم شهدنا مظاهرات حاشدة وهي لها علاقة بالانتخابات بشكل مباشر. أنا أتصور أنه استمرار هذا الضغط الشعبي مهم، ويعني ميلاد يعني تلاحم وطني جديد كما كنا أثناء الأيام الأولى للثورة أمر في غاية الأهمية، لاستمرار المطالبة بمطالب الثورة الأساسية والاستحقاقات القادمة بما فيها حتى تشكيل اللجنة التأسيسية لوضع الدستور، لابد أن يعاد تشكيلها بشكل توافقي كبير. معظم هذه القضايا التي نتحدث عنها لا يتم حلها عادة في ساحات المحاكم، ولا يتم حلها عبر صناديق الانتخابات. هذه القضايا هي قضايا تحل عن طريق التوافقات السياسية بين النخب السياسية والقوى السياسية. وبالتالي تلاحم القوى السياسية في الميدان اليوم، وأتمنى أن القوى الإسلامية تنزل الجمعة القادمة أيضا مع بقية القوى السياسية الأخرى، تلاحمها سيخلق حالة جديدة من الحراك السياسي، ستكون ضاغطة على المجلس العسكري بشكل كبير، وسأعتقد أنها أيضا ستكون ضاغطة على البرلمان بشكل أو بآخر، بحيث يتم تشكيل الجمعية التأسيسية بشكل عادل ومنصف على أساس معيار الكفاءة في الأساس، ويتم أيضا التوافق على الوثائق أو وثيقة الأزهر كمرجعية عليا لعمل هذه اللجنة في المستقبل. هذه الأمور ربما تقرب أيضا من المرشحين يعني المختلفين، تقرب برامجهم وتقربهم يعني إلى التوافق حول مرشح توافقي. طيب أو فريق رئاسي. أخيرا دكتور أشرف، يعني المعيار الحزبي هل من الممكن أن يؤثر على صندوق الانتخاب، بمعنى مثلا أن جماعة الإخوان وما لها من قوة في الشارع المصري، هل كل هذا يؤثر أم أن الكتلة المجتمعية ستبقى في النهاية هي المؤثر الأكبر؟ وهو من الصعب الجزم بنتيجه يعني بمدى تاثير الكتله الحزبيه والكتله المجتمعيه على الانتخابات، لانها ببساطه اول انتخابات رئاسيه، وبالتالي من الصعب الجزم مقدما، لا فهي كلها مجرد انطباعات واحكام تقديريه. اعتقد في تقدير الخاص انه بالتاكيد الكتله الحزبيه مهمه ومؤثره في جذب الاصوات لمرشحها، وبالتاكيد المهندس خيرت الشاطر هياخد تاييد الجسم الاكبر او لم يكن جميع اعضاء التنظيم الاخوان المسلمين، لكن في تقدير الخاص ان هذا ليس كافيا للفوز في الانتخابات الرئاسيه. فالفوز في قد يكون كافيا للوصول للعاده، لكنه ليس كافيا للفوز في الانتخابات الرئاسيه. الفوز في الانتخابات الرئاسيه يستلزم تاييد اصوات خارج كتلتك الحزبيه المؤدلشه من الكتله الاجتماعيه العاديه، ولكي تستطيع ان تستقطب اصوات هذه الكتله العاديه يجب ان يكون المرشح الرئاسي يتمتع بقدر من الشهره، قدر من الجاذبيه، قدر من النجاح في توصيل برنامجه للناس، وقدره على التماس مع مصالح واحتياجات هؤلاء الناس العاديين. واعتقد في تقدير الخاص انه قد يكون الدكتور عبد المنعم الفتوح اكثر نجاحا من المرشح خيرت الشاطر في هذه الجزئيه. نعم، في نهايه اللقاء انا اشكركم شكرا جزيلا، اسعدتوني بهذا اللقاء. كان معي دكتور عبد الفتاح ماضي، استاذ العلوم السياسيه جامعه الاسكندريه، وايضا دكتور اشرف الشريف مدرس العلوم السياسيه بالجامعه الامريكيه. شكرا جزيلا لكم. مشاهدينا الكرام، شكرا جزيلا لكم، وفي رعايه الله. We'll be right back.